أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أصحابتي في فيسبوك أحد بعدين سلامي يا سلامك بعدي هرت مكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد إن ما أنت كل برامج كدور كوينك وكذا وتن في محيط سومالي كابل، لكن أصحابتي في فيسبوك صدقوا ما كلا تجين فيسبوك إنه ينصعون يا أدبنا سلام يا لما أنتي بصور الجرع إن شاء الله تعالى سومالي كابل أكذا وتن مركا واحد دون يا عاوه إن أرنتي ما أنت كهد لي برامج كحوق ونكسي هندرا قاضى لقى إن شاء الله تعالى مدام يلتش وقت الليمون يهود مركا نفديان الله بضبه إن سومالي ذكر عدي إنه وحيابها في عن إنه ربنا نفتي إنه إنه يعنتوين كفي عن نفتي نعاف ما تك مدام ربنا أنتي سود ودهي دسودن إن قروح ذا بضن لأن ود تقانا نمال كيس مر بوحي عالم كلا قاضى لا كان قاضى وحي في يعني عاف ما ذا بار بينه بشو صوبن دقو وما ها إن شق بزنس هان ما هلك واحد دوني واحد بضن أبا هان هاي إنه كلا فائد إنه مدام وقفك بين آدم كلا سبحانه وتعالى ودي مرة يو أبا هاي مقع في عن يو إن سمعت في عنه كقطع سوى ولا كنا كفائدي وكم قنت السياسة دو هالك ما حيلف لذا إن فردوس وصاحبة الفردوس وطن وأنا السلام يا السلام عليكم صدر إيه صدر ولي بعدو قصد تي في مفردنا هل كنا واحد يلف رداء إن ليمون بايدون يلتشو وقت إن شاء الله تعالى إذا كدون تان وطن ليمونة إن مركا إن تعالى ما يكبر بحاجة وكحيلون تان ليمون حاجة نسوي رجها بقى مركا واحد دون نعاوة ما دام عندي في لايف جور مش مقوي أرتاحي واحد دون يا ليمون يدين شاكتو وحياة بقى نعاوة هرتكالنا فردوس فردوس بلاو waxaan u soo galnay haddana TV-ga aan ka nimid ee barnaamijka doorka haweenka ee muxuu ahaa in arintii ahay digsiyadi ama digsiyadi sa u taqaana aan ila iibinay oo heeltiga bil aadanka wax ka bedelay ee naf kastana waxay u baahan tahay in intee nooshahay ay ka fakarto say u noolaan karta sax نوشان وحي كحران تهي ومحاعن تا وعافمات له نعم انت اذان هورتا عذرك وسكو قبعين وانا كفكرتت محاعافمات كاكوهر مرين كرتا وان كرت بقوس مرها الدين لجرشده وحال رادية دكتر دكتر كاسو لغو رادية وحبادن ان لغو بحي او قرشه قفك ما ايبسن كرا نفتيس مركي حنون كدعو اما ديابيتك او نقضو اما كولسترال او هاير كولسترال نقضو اما او نقضو يشيك محوم اها بلاك برشد كسو بوضو اما كانسر كدعو الهي نقو مرهد عذرات محونو دادك كدعو امين يا رب العالمين هيا انا انت مسلنا لكن بفور كهورتك انت انا عذرك كودعين سي اغبت بادي كرتا انا قو مكاس فيرينينو نورش السيدة معناها لو انبقاضو اما لو راديو ان وانا راشين كفكرنا محا اسبدالي كرو محا كنو لان كرتا لونج معناها لايف لونج لايف كإلهها قرى دذال كنا مريب بنا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نينكي ويهم المحويري نعم إيشيك أور كيغ مد أور كان نضى برضا النبي إلهي عليه الصلاة والسلام أو مسكس توكلا إلهي ما توكلا مساء وحوير الدبر كان كحرتا إلهي نتلا صارو له يعني أور كاغ نضبرو مركز أصل أجل قد أنا وكدو لينا عافماتك إلهها بحيو لكن دذال كنا مريب بنا وارن مركا waxaan leeyahay aniga wax badan ka faa'iido wax badan oo ka faa'iideen waxay tahay dadku waxay ku leeyeen in qof walba wax la digsi baan haystaa waxaan ku kariyaa in adduu kan xumaad wax ku dhigana iska tuureyna somaha laakiin wax loo baahay caafimaadkaagu wuxuu ku jiraa waliga ma aragtin Soomaaliye ilaah baan ku dhaarsay walaalayaal aniga hadda horta imka dawaan arko wax cusub kuma hoodo dawaan horan u arkay ma aragtin digsi lagu karinayo cunto oo saliid lagu dareen oo biyo lagu dareen cuntadina karinaya amaaj ويترى قارب ورنا ويترى مكتود كو بيها دوش وصل غوش مكان صدق كلا سعر مكان سا كاس استيمر وا استيمر معك وبوح مكان وقرنا إنسان قفك مركو تشبو بربا لفت اللوجليا برتا لوجليا لفتا عافمات كا إيه اخترضوا أركان دفك كو كبان تشرك بني آدم كجليا بدك سجن كسم يسيه مركا ده عافمات كيسوا قرن كلتان ليموني قال هل كان هبا معانا أبن هذا وشرح إن شاء الله تعالى ليمون بقى أدن كوز شرح دونتا إن شاء الله تعالى ولي بقى ليمون وقبر ير ودن كوح كبرتي إن بضن ما حيتو تعالني صومالي دا عادو عاوصة لان يرد وح كبرتي هل كان يود كان يسفي عن إن شاء الله تعالى وقا برتو حي خبر دا نقول يرلا كده إن بقى شوى قرية إما لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي ركوهر إهيد وحان سلهاد ليني زديهو هذا أمهات سنتهين كو هذا صوغلي
just وحي هذا أي أمال كيس شرح هذا لوحي الكدرة ضد بدنا وصح ضد بدنا وحي ده أنا دكسيود وهايستا هدي كيجة هلاوان واتورة صح وصوب كرتا حقا كل هذا هاي لكن ورك وحواي دكسي جنف لا مركز أنا قبلني وكاد هاي قبل السلام عليكم سلامكم سلام الله يور خيرها أد بنكو سلام يا وال هل كنت شوكتا مقعا أمل روح نجوا صد أفريقيا أد بنكو سلام يا وال مقعانا أفكر محمد برامج كالاك وحيرنا هاي أد بنكو سلام برامج كالاك وعلى الصعبة مركا لكن أدراس كالاك فيسبوك مجا أكبرتك أفضل مركا ستاف أوكي هذا فيسبوك صاحب ما فيسبوك صاحب كنا ولا علو ها هي مكان سوي معركة تدي مكان بس وتقول هذا لايو سوي معركة تدي ها لا تقول معركة هي محب مكان برامج كاسة ما أنت one five هي مارك برامج ما أنت برامج كنا بلا ما صدوس هي وكوتشر الله يفتح كوتشر تعب أبوكر الله يفتح كوتشر تولع على وانا بقول إيش ليه برامج كلام أنا هاي برامج أقول كأود دخول قرب سنة هاي قرب كذا تاجنا هاي وقت شو قرب كذا تاجنا تاجنا سالا كمدة هاي ساعة سالا كمدة هاي لكن فيسبوك كم سو إكرى ما نكال سو بس نكون سو كريكر أوكي ولا عارم ما قاعد قلنا بركات القرآن يا مركا فيسبوك هنا قاعد مش رامي تي شهر ولا تكال سو هاي فيسبوك وعي ولا المعين إن شاء الله تعالى هذا قلنا بركات القرطي أنا فيسبوك أنا كافر أي واتساب كنا كوكو صادر سنتون إن شاء الله ولا عارم ها برنامج كنا نقوله صعبة بريما برنامج كجور كقبل وضي يفرشة أو دقالة ومتاجر صنعي خلينا نقل نيرا أحاي إنا هو شيء ذي بشي نوار بمكرة ده وقت بيوش مقرب واي والا البرامج كنا كاملة تقول كنا ونسمعين دون إن شاء الله تعالى واي والا المعين مود من لا تسوك لا تكافينا برنامج من شمرا إن شاء الله صعب كبيرون قصوا في الغرين عوكي هاي والا تانكي والا المعين وكوكوكو قوصوا لنا شكرا فتحيه واحد كلها يصوي عمره كمان حلين مود كم وقتها وحبه مرها إن مكاه هي هبر وشرح وما هذا وكاش يقدون تايم المهم شيء ما أنت عا واحد كهر لي واحد ورتها يصوي عنا بالله عليكم أما دوب ما نقول نقوم أنا برامج كواي تلفون كمان كحلين بحقة سو قرعتانك مرك واحد دون إن لي مو واحد تري واحد ربطها إن سودة عفمات كقبا إن بنشد الصوم هذا الصوم بندكتور هاي لي مو سيدا sidaan dhahay digsi waa soo bix kartaa waa soo gada kartaa mid kale sax haduu ka halaabo laakiin wili digsigi suna ka socoto oo hadaan mid cusub aan soo gadatid isku meeshi leewa hooshi le ku jirtaa digsiga markuu jabal la bedelay ma ahaana asiga naftigiisa suna la socoto marka suntaasi uga badbaado waad badbaad ma laha mo okay so naftada iska leh waxa waa lagu sharaxay waa lagu tusiyay waxa lagu yiri digsiyaashada suna ka baxda suntaas dhiig ay gashaa kansar ay keenta naagaha ilmihi ka soo rida ma ku suudan kale caadiga ma marka kuwa caadiga oo non stick ah iyo maxaa la dhahaa stainless steel kale sheega ka ma qabta keenay ha ka qabo hello assalamu alaykum hello hello أدبك وما غير إكران مياه إكران هبريرة وكم غلا يا معاني أدبك وسلام يا إكران من باص هبر سودو معانا يسكون بدلنا تليفون كقلبي أي ما شاء الله أجاني سلام يا ولي جدات وجدنا يا أجاني سكتنا جنات سكتنا هبر المعالي هورتا كي كلام برامج كدور كوين كيوتيوب كصومالي كابل وقت داون دون تكيجنا وقت داون دون توا كتشرة صومالي كابل ويان كاسو بحي برامج كي بحي كي بنسي وضعي نام دام لتشوك دايما محيط الليمون لتشوك تو يهوي ديت وحنا كاد لان هل كاب دسود عافمات كاين بطنيد عم تدل وكر سنه هي مدام دسود وات قرنا يسابر وحل وكر صدق وانا هي سنه عافمات قبل ما الليمون بينو شرح هي سمكا هو برامج كي هور دمادي كان دمادي صومالي كيبل بينو كان كل فاقر فيسبوك ان شاء الله باذن الكريم ما شاء الله 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 ما ش
الله يعزك هبر المعالي ملايكتها كنت على تمام باسد كهد لي سي خير الله كسي إكراني لها بركة كنت على محيلين طبقة محاولة لقهد لويو طبقة عاوة لقهد لي دالين يارو يسو مالا يبول شوي فرطة برامش كدور كاوينك وكد دعوة صومالي كيبول إن شاء الله تعالى وحن كبلا بعاوة halka waxa la joogta leemoon leemoon waa gabar Soomaaliyeed oo wadankan ku kortay oo wax ku baratay fankaan xilli moogta caawa waxaan ku fakar waxay ku fakartay inay wax badan sameeyso ee bulshada Soomaali u saarto xagga caafimaadka cuntooyinka weyn cunnaa dusuud baan ku karsanaa wax waxaan doonaa dusuud lagu karsan jiray ee hore ee xuq jiray ee saliid lagu dari jiray ee subag saliid lagu dari jiray maxay tahay milixda inaan waxa soo ka raaysano dusuud aan waxba lagu dareen oo hilib baad sameeyaysa hilib baad saaraysa bila milix bila waxba isaga iskarinay mana walaaqaysid oo caafimaadka u saabsan oo company ka shaqeysa u soo saartay hadaba anaga way ugu taqaanaa Amal Kayse wixii wax soo saara bulshada aan u soo bandhigo aan tuso si uga faa'iideen oo bini aadam kana qofki wax qabtay laa ma sha Allah thank you very much wixii aan baad sameysay leemoonay Soomaaliduna ka sii faa'iido caafimaadkan ka sii faa'iidno madama wadan Yurub joogno dhaxan badan joogno dadku ayna dhididayn ayna carareyn oo wadamada Soomaaliya Afrika la joogno la dhididayn natural ka loo dhididayn milixda jirka ku dhacday ina ka baxeen sonkorti ka baxeen sidee hadaba u dilnaa waxaan u dilaynaa waxyaabaha caafimaadka birtan digsiga laga sameeyo waa bir dadka lagu kabo marka jabaan la geliyo qof hadii lagu kabay oo la geliyo marka yani hawshi u fiican tahay caafimaadkeeda qab inaad cunto ku cunno kad marka suudaas ay sharaxaysa leemoona haya leemoon sidii dahab dad badan aan ka akhrino waxay ka hadlayaan non-stick cilado qabo waxa waaye madawgu u fuqa madawgaas fuqo underneath copper ku jiro copperkaas markuu dheecaanka galwa kan dhiiga gala dhiigu xinjiro ka dhiga soo dadka non-stick ay ku cararna haday titanium ki aluminium ka ay ka baqaan stainless steel ka yey dhin non-stick af yaa Soomaalida badanka non-stick isticmaalaan bakus waxaan sidayna non-stick saliid uma baahno wixii kuma dhagaayo laakiin badanki hada arti mar haduu xugmo ama mididada taabato ama siliga taabato factory ga oo suubiyo wuxuu ku dhaha tuur Allahu akbar tuuro ku dhaha laakiin anaku waa haysanaa haddana digsiyaasha silig lagu ma hoolo war war digsiga hadda mar silig ku hooshid waxa ka hooseeyo oo jiibka oo lagu soo baxayo warka fasadahay marka adigoo og marka cuntada ku karkarisay in sunta ka soo baxayso haddana adoo og silig marka maris in sunta ka soo baxayso waaya haddana u soo gadane as a question sax hadda marka ka badbaadi kartid ma ka badbaadi lahayno ma dadaal lahayno ma gada lahayno option aan dadka siino aniga marka saxaba fahantahay marka yaa lacag laga fikin caafimaadka ka hadaa ka fikiraysid waxaan cunto waaye ma fahantay dhar cuncun ima gasho lahayn dhar wasaq jirkaaga ma gali lahayn moqtay waaye marka cunto oo sun leh cunay waaru fat organ waaru oo isku dilay adiga gacantaada isku dilay daraada because waxa way too expensive cheap ahana adiga isku dilay adiga waxa ka soo qaaday naftada cheap inay tahay naftada cheap miya marka may marka dadka in la weydiiyo waa waxa marka imika digsiga marka cuntada ku karno horta insha Allah taala weekend gudiisa ma waa suubineyna again mabaxaygan si fiican ugu sameeyna aniga shaqo cusub baan bilaabayaan oo full time baan ku jiraa busy baan noqday saanu heli doona chance baan ka fikirayaa insha Allah ka wanaagsan helayna waxa rabnaa cuntadii hore waan u kari waan u sameeyna facebook oo soo dhigna laakiin somehow ba barnaamijkeesi uga baxay facebookiga ha ka warwarina mushkilad ma telefoonku aan bedelayba hadii password tahay la ilaahaystay المهم ان waxaan sameeynaa imka mid kale hilib bal karnaa habo ha hilibka marka dabka la saaro waxa lagu daro waxaan waad xawaash doon baa harso maaya oo hilibka leftiisa dheecaan ku leeyahay ah isku filan baa isku filan ha haye cuntada uga sheekay marka cuntada marka la dhilo caafimaadkeeda waxa ku taalaabeed oo leedahay yani baradho kale basasho kale in diir kale taano diirka in laga qaadin waxaan suubnaa dad badan markii aan u suubiyo aan waxaan dhahaa waaya cuntada diirka uga qaadin waaya kuwana waxay ku dhahayaan wasaq waaye kuwana waxay ku dhahayaan i don't know hooyada suubi jirta fasadahay marka waxa fiican ina isweydiiso waxaan why because diinta ahaanta hadda waxa dhaysa waxaan why bila aadna ta you have to ask why marka dubka marka waxa ka qaadid nafaqadii ka qaadid caafimaad ka tahay okay caafimaad ma laha okay marka company ga maxay dhahayaan xafiiqin ha fiiqin أنت تميددون صادو كرنس وكر ولا حتى كوكر أنت بمن أصبح ويكو كريان مقايضها expensive كأه إيها دائرة فريش كأو عن صلاة ده ملفيقن everything was natural فهمت هاي that's why ولي أمع ده هاي صح because هودي ما تابنين أذيك مفيقين رفات كم صومر فرلو ما تابنين بيه ما تابنين وحاس أمر كو صومر نفقة ملها لأن ملها مركز وح كلفة أنا عصبة كدرني إيماجي وحاسوا ها يسليده
saliidna digsiga rabo cuntada ma karinaayo cusbadana waa rafaadku soo mara keenay in dhadhan ku celiso okay marka digsigana ma waxba kuma dareeno soomaad waan igaan waan waa arkay dadka ka dhaadhiciyay digsiga ma u baahno because of surgical steel oo kusaabsan yahay uma baahna materialkiisa high quality high quality marka maxaa laga wadaa waa ogtiin moqtahay high quality waxa keenay marka sida u suubiyeen inay saliidna u baahnaanin oo hilibkaaga iyo malaaygaaga iyo chickenkaaga uu shiilo adoo saliid ku dareen lama tahay qudaartan bii inay u baahnaanin way sideeda u karine steamerna ma aha material ku kusubsan yahay waaye material high resolution heat oo taga laakin sunta cuntadaana kuma daynay cuntadaadana ma yaraanayso waa badankii soomaalida haddii xog loo walaaqay dabka lagu gubo walaaq ma jiro way shuuqe kan maba la walaaqay digsiga cuntada ku karinaysa maba walaaqaysid bal ka war ila macarag iska buladaayo dumar ba haysanay rabeen wax karsadaan dumar ku booteeyaan ay dadan annaka cuntaydiin kareen annaku calooshiisa la buuxiyo dhudhudhu uma baahnid ragiba iibsanaya yakiba wixii ku guraya oo isku daban digsiga waxa uu qeylaysaa ku yira taamka ha naca soo hoos ka arisay dantaada raaca waay adiga jikada digsiga maxaa ku taamka dantaada raaca waay bal maba iska bulada ka warna ka buuxa facebook ku iska bulada dumar ku booteeyaan waa ma ka cuntay idin kare ma ka dadada exactly because Soomaali hadaanahay waa dhif nimanka cunto waxay kariyaan moqtahay naagaha kare naagaha kare dumarka dadka ma daan naagaha ka xanaaqma naagaha dumarka ladies dumarka kariyo si fiican gabdhaha iyo dumarka ay ka jikada ku jiro ragga jikada ma galaan laakiin haday heli lahaayeen system oo waxa ay dhaqsatahay ay boobsi karaan dan ha way karsan lahayn sida dabaasha lagu dhahay u baro sa cunto kariska naftaada way la dabaal walaal kadeedana ma khaadin jaa lacagdana waxa ka baxaysa constantly maqaayad maqaayad cuntadaas nafaqana ma laha laakiin danta ku kala fayso ma kala rag rag baab horta iyo ma khaad baab qabtaba inta dumarka nacim kula ma khaad baan guursanay digsiga hadda ma khaad la soo walaaqay cunto qof kariyaan garanay fariis ma yaray ha ma jiro chef nima laga marba dad badan waxa aniga laakiin cunto karis ma aqaan waxa ma aqaan 2 minute why waxaan simple why adab ani iga fiican aniga intaas oo sana saliida ku karinay qofka hadda baranaya ba aniga roon because wuxuu baranaa sida cuntada nafaqada ay u barleed basic is kaas why annaka laakiin long time u baahanay in la tababaro because waxaan naga dhaadacsan saliid wax lagu ma kari karo la inteed yebiyo ibiyo la inteed ma qofka halka ka daawanaya ee kula bariis ba la karinaya bal aan ka qabsan sawta min sawta insha Allah ta'ala halo salaam alaykum wa rahmatullah aad baan ku salaamay walaashay macaan soo dhawow magaca ah ma sha Allah yusuf waay maqle aad baan ku maqle magaca walaalo yusuf waay um yusuf aad baan u salaamay saaxiibada um yusuf walaal inkastaan wallahi wali soo socdo aan noqday baa diin baan noqday diin dadka way iga batay ma ogtahay ma sha Allah ma sha Allah aad baan ku jeclaa Allah yaciisak xabiib maxaad gala qayb qaadan maanta waxay la joogtaa dhaymali firdous oo habla soomaaliyeed wax cusub bay u soo saareen caalamka aduguna mareykan baad joogtaa waqti amtaha inaad xitaa arintan iga la qayb qaadahay habo ah ma sha Allah tabaaraka Allah ma santa aad iyo aad oo ma shirtiin ma ma daawada dad badan Facebook kan ka daawanayaan abaayana wa salaam aya khair bana Allah si laakin abaayo waxa rabi lahaa ma daawada digsiyaasha abaayo digsiyaasha ma mistake ka Allah soo anaga ma daawada aan lahayn generation Soomaaliyeed waxaan jabanaa digsiyaasha jayna way gabdhuhu ka taan oo ka fiid tahay kuwa jay ha kuwa laga kana jayna warun kuwa qaaliga waa ka cararnaa bigo 500 darada gabdhuhu maaratay 600 iyo markii la cararnaa kuwa nan istiga galaajada leh dabool kale ha uma yusufay waxaan cuntaday waxyaalaha uma yusufay laakiin ilaah baan kugu dhaarshay ka waran wax arooshaadi galayo qaalay anigu nafteyda horta duunka ugu jecelaba cid baan oo eegin baa waxaan cunayo weynan ogaada marka lacagta qaaliga ama maanta hore eegay bisin kasta qaar u eeg haystay laakiin ugu tirkara ku koona ka si caalamsan waa ka dhageysto waxbay tustay yani maskaxdeeda galaya moogtan kurumaysan ee moogtahay marka qaaligiisa laba xabban qaatoon deeyahay daba taagnaadeen laakiin waa lacagta way raqaal laakiin caafimaadka baa ka qowd qurux badnaanaysa wixii aad cuntaba nafaqadaysa ku galaysa moogta walaalo ha waad ku caato saxitaa marka qaaligu mushkilad laakiin waxaan jeena laga keeno jeena waa aragteen bariiska waa kobi baastadii waa kobi waxba wada plastic dusud waa wada waa wadan imtixaan boor baa qaanu baa jeena adduunka ugu nacay ha rabaanno yarle ma fahmi adduunida dhanba manufacture waay adduunida dhanba danaysta waay ayaka caafimaadka iron care caafimaadka iron care inay dadka jiradaan hospital la garo oo lacag ay dhamaadaan baxsan intaan ba dan ugu ma jirto inay dadka wax caafimaadkooda ay helaan ma rabaan marka Yusuf maxaad oranayd walaal macane ani waxaan dhihi lahaa baye waa runta waa this is business waay iron care baa waxaan exactly sax waay laakiin ma shoo ina cunta heel cuntid wax fiican wax ku karsatid exactly waay adiga amal maaratay caafimaadkaaga uu roon madaama wadamada aan joogno
وارن مركا باي انا وحان ديلا باي لعبت كوره وواحد ادري تعيش على المسكن فاقه هذه المصاغه تجلي صراحه انا مش ادوك انت تشوف ذا صح ده اقرنا وقتها وحي نغ دبي مركا هواي نفط امانه وقتها يرتا اوغا يرتا ama yusufay aan kuush waliga ma aragtay adoo wax karinayo saliidna ka dilay oo milix ku dari way oo digsigana xitaa digsiga daba taageen saa loo walaaqay maanta oran ka gubay biyo ku daray nafaqada baynu ka dilayna kan isaa uu soo yeeray xitaa markuu wax karayo tii tii soo ma qeylnayo isagaa bixinaya jikada sawtada ka fadhiisanay dadka aan buu bixinaya sida maxay tooy aan buu bixinaya sida ku yeeraya marka ma baahnaa dhibaato qofka sida ha nafaqada ka dhamaatay ha inaku nafaqada aan ka dilna waaro inta dadka cilka ku geeyna cuntada baynu ka dilna maxay biyo ku shubay walaaqay waxaan cunayna waxaan cunayna waana waxay kuwana u caato u yihiin kuwana ay u buurin yihiin labadaba nafaqada ka maqan qof caato daarta nafaqada ka maqan qof buurin daarta nafaqada ka maqan waxaan wax kala bilaa macnaheeda exactly dadna way baran dadna waxa waaye maba gashabo waxa dhay qofkan Soomaali ma laga keenay maxay taa lafta halayte gaajina ma ah waxa laga yaabaa inuu aniga cunto badan yahay qofka buurin uu ku cunto badan yahay cuntadu cunaya nafaqo ma laha walaa way jiraa way ka baxayle dad waxaan arkay anigu dhuubano wallahi oo billahi oo tole dalam 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 waxaan mashlaadin bal cunso waxaan cuntada ka maraysa in waaba dad iyo kuba nafaqo ma laha uma yusuf waxaan kaaga hambalyeynayna sida micnaha fikriga oo dadka ku kordhisay oo ah ii sheeg alxamdulillah rabbil caalamiin inaa tiri dadka naftooda lacag waxba ma tarta inay naftooda ka fakaraan waay sax soo muhiimadana waa taas laba shay oo meel wada yaalo sheegi waqti dheer ku gelinaya la qaataa digsiyaashan waxa waay waa life warranty heystaan micnaha ilaa dhimashadaada waxba ku karsanaysaa digsiya bedeli doontid ma aha midda kale waxay samaynayaan maanta dhan cunto aan cunto oo aadan healthy ku haysan oo aadan waa daalanta gaana waxaan isweydiin jiray gaalada TV-ga 4 saac ama jidka socota ama meel kaala shaqeynayso miyuu ma daalan miyuu maxay cunaan illaa waxay cunaan cunto nafaqo leh ma cunaan cuntada anaga aan cunno oo ha intaas markaas waxa waay qofka nafaqadiisu ka fakaray inagu waxaan isku ridnaa dugsi karayo hiliba iyo dugsi basta iyo dalay waxa la fahmay marka life waxa waay waa adu kugu yahay amaano walaalo yusuf maana ku jirta qadka soomaa wali aa ma sha Allah tabaarak Allah waayni aa ma santa weena arabta ku soo gaarsiina yusuf haga wakiil wana way taalama ma sha Allah mareekanay ka bilaabatay mareekanay ka bilaabatay dadkii hadii aaminin oo soo qorqoraayo oo ka hadlaayo may digsigaas ka dadka kaasa ka fiican youtube ka may qaris ma jiro youtube ka gala ama waxa galeysiin online ka waxa ku qoreysiin wa maxala dhahaa digsiyaasha haliska wax ka baxo markaas waxa lagu sharaxaa inta wax oo soo ka baxo live kom sanaa insha Allah ta'ala wa ana gali doona wa arki doontiin ba mida kale hal wal xayd weydina hal nin cunta u soo diray gabadheeda waxaan ka fiirsanayay waxa waaye dog line-ka cuntadaas markii macnaha ii sheeg la iibiyo waxa waaye shawarma waaye laba xabo shawarma waa macnaha oo roolka la geliyay hilibkii shiidnaa laga sameeyay kabaabka ha kabaabki markab dhib malaa markii kabaabki la sameeyay meeqa la iibinayaa ma taqaana um yuusuf waa hal kushin of qof oo cunaya 900 oo baun only one kushin of cunta £900 oo ingiriis oo ingiriis waa $900 adoo casho ku cunay waxaa laga bixinaa $900 hal kabaab la duubay hal kabaab saxan marka ninkii la weydiiyay oo la yiri yaa ka gadanayo maxaa ku kalifay inaan £900 hal saxan oo kabaab ah dadka ka gadid wuxuu yiri quality qof sameyn kara maaha quality wuxuu yiri 7 nooc oo hilib ah isku keenay haddana wuxuu yiri vinegarka aan isticmaal qalka ah 100 baan u joogaa dhalada intaas ay la eegtahay wagar ana soo xadoon yahay hawajiyash ana inta soo kaas waa nin lacagta ku kaatay wuxuu yiri marka qofkii oo dhadhan fiican rabo oo naftiisa ka fikiraayo oo rabo something quality inuu cuno £900 waxba lama aha marka saytii maqaayad in dhex geeyo waxaaba fadhiyaba ya meel kale istaaga ma laho qof walba cashada soo dalbanayo ani waxa ay rabtaa 900 ha ma la sheekada ma taasna dawaba kabadbad soo yeeyay 900 ma cashada laakiin biiri he dadaa 900 ka bixinaa marka digsi aad ay haysato maxay la mid tahay wax loo jikaal qaba 4 sano haysanay gaalada laga hadlooyaa marka yusuf ay khadka kugu dheereey lacag baa ku socotay oo nagu sheekeynayna walaal macaane kowde aad baan ku salaamayaa ma sha Allah
quality ina hal haben firi qaalada hal haben intay baxaanay 500 guban waa qaala lagu dhaha waa lunatic waa waalan yahay lamaha laakiin qofkaas lacagtiisa asaas shaqeystay waxba lama aha naftiisa dunida nool inuu galiyo kaan dadka lacagta urursada marka dadka lacagta urursado guriyan gadanaya emailan ka aada waa ka dhimanay oo ka xanuusanayna oo ka xanuusanayna ka dhimanayna oo haduu tii dhaxalka isku dagaalay nin baba dhintay ingiriisa oo wadanka u dhintay inaan baa iga sheekaysay ma care baa waahay laba milyan bu daaradiisa ku waan imi kii sheegay daaradiisa ku aas marka ninku ay buu lahaa caruur ma jirto waa khalas la indu ciyaal wala shay caruur ma laha ninkii ingiriiska uu dhintay ay ba marka ay buu lahaa oo dad si fiican u tarbi oo ogaa lacagta markuu aasay ba ninkii aygi ba ka tigi waa daaradiisa oo marka meesha uu qoray ka fiirsada uu qayliya uu qayliya uu qayl ma snapchat ka wax ka soo garaa uu qayliya aygi markuu meesha uu ka dhaqaaq waayay askarta yaabta waxa la moodo ninkan inuu meesha wax ku jir ku qariyay drogo ama waxa ama drugs baa la moodo ama inuu qof dilo meesha ku qariyay waa la qoray 2 million baa ka soo baxay 2 million subhanallah arka qof naftiisa ka bakhilo waxa lagu xiray waxa lagu xiray baalada waxa ku maamaha ma taqaana if you don't have your health how can you enjoy your wealth wow wata sifaan soomaali hadda caafimaad kaaga haysanin se lacagtaada ugu baashaasha ka waran hee how wakad imane le mo dadana caaw saa u bixbixaa oo baalka way qaar ba xitaa waxaan kula markay bank way eegan ku gurun isticmaal de adkuna walaatide laakiin ku gurun insallaah ama lagu la duuga imsal lagu cunay wallahi billahi rafaad way rafaad ma xaqiiqo ma karun loo noqon qof walba soo awoodiisa u taala qaadna of course awoodada that's why an diksiyasha ma kan gadaa bilbil loo soo biya qof kasto ba seedka wuxuu jeebkiisa ka hadla markaad wax ta dadkii ma ka wada qaas lacagta every month like one time qofki cash ka awoodo one go iska bixira qofki oo awoodin installment bilbil okay waxaan ku kormayso lacagta waxaanu kuma kordhisiin yahay maalinta rabtin hadaa dadad bari ani waa bixooya waa kana hal mar qaata ayu tan gala ma haysta waa awooda hadda iga wada qaata that's it kala dhamaada adiga iyo company ka laakin lacag ku socon sama jirto dad kaan qaata mid kaan 900 baa ugu yar 500 baa ugu yar ha laakin mid ka weyn ka electric ka sheegaysa waa 900 markaas badanka dadka ay jecel yihiin waa 900 wadanka way iska qaataan ha way qaadanayaan dabka meel kasta gali karta that's why iska bulahay iyo dabka iyo dabka shoolada iyo kan dabka gali kale laba caafimaad they exactly the same تسيم مدام دوكسي دي سوا عافمات قبل اكزاكتلي ذا سيم بس ماتيريال كواي اوكي هذا ماتيريال كواي انا دوك واحد كلنت لك ها حبه داقوله سماك بقوله هذا انت ابل ايش سوا بقعده ما بقعدني ما كنت او قاعده كنت هذا انت هدي ادي اه بشي لباتن بان بشي از نوثينج ما دريمي صحتها ما بعرف ما بدي احاول ادرم كور هي سو او جوقدو دمادو بخي اركي ورقه كو سو درن كو دهاين وا بدمادو عافيماتك كما بعد تايم ني ادي وا عافيمات سليد يو سنكر سليد يو ملح يو عصبون وكا سكر حتى وكا بعد بعده ومحام كلو كرني معايا وح معانا يعني فرزان قاعده يرم ملبه أوكي أباهن هذا عنده كرسين مع معك يعني مكان ها هذيك لكن شنو لو بهن لكن عنده ذيك لو تكبد بهذا الساعة هذيك سليدة عصبضة عصبضة مركة هور سليدة are one of the biggest killers because high cholesterol وحاكو حيقو high cholesterol وحو نقضى organ fat organ fat كان وحو نقضى heart disease اللي لقى مسوا نقضى فاسد هاي and then on top of that عصبضة وحاوا high blood pressure protein in the kidneys failure بضم والله انت هانك سكرت ويرتفع انت هي ترتا انا سكرت قفكي هاي بلد بشر غير انا سكرت واكو دعي قسم سكرت انا لوقتا بلا اسكا غويا جيرها لا اسكا غويا هادي ميلكو حنون توارو ما اوغ مال يردي كا داو عنتو ولا قاعد جرا بكس وحاوي سيركليشن كوا سيركليشن دو حاكس متا لوغا قبوبيه قعمها قبوبيه قعمها ركستو قبوبيه واي سيركليشن كاغا واي اوغن فات كاغا بضم هادني
ييجي حدد كوحي وبهايها مهلو يو نو إيه إن نف green vegetables معنوش ما أنا أنا كبغنا بقى green كه green كه ما أنا كبغنا بقى أنا استكارة ونو كب green كه أنا كنا وحنا كدري cabbage لبن نوعه وحنا كدري محل cucumber وحنا كدري محل apple تذكر حكولي يا من apple ما لقدر محيط الحاس أنا كمركان يرن هاي أنا سلطة حكو دري جست strawberries حكو دري جست عنب حكو دري جست pineapple وحنا كودري جرت السلطة، because we are fruit. absolutely yeah. لكن أنا كمان أقدر أحسن عن سلطة إيه قجار. يتمادو. يتمادو ده. بصل بقدر. بصل بقدر. وكنت حتى كودري جرت. خوف كي ربنا سال. شكله كودري جرت. أنت لا كريو. exactly. أنت كو كريو. grill. grill كو كريو. أو جي حا كودري جرت. كودري جرت عجيب. خوف كاس ما كميل وعنه. protein كان وها لي. خرط. بس ما كان وها لي. أنت تدك استعمالي. محي كاجا مهاد عليني كولادين. تطبخ feedback بدل. feedback ها أنا كاستمر هيجا وحواي أنت وحكة قدر ما كعره بكوز دتك بدن كوحكة قدر دتك وحكة قدر دنتو ذكي هلا ما كعره أنا ساس مسوبي أنا جوال حريرة ويك delivery مركا أوجي وألعبت أوجي ولفت يستان ده حبر you know أما أبتي هو إذا ما حد جعلال هذين أكو كرسين نوعين عنتدين سو ما لذة do you want more food do you want ملا واحد do you want مرخ what would you like وحى ما كان كرنا هذا محل ده are you still happy بس انا حبي هاتنا را مقطع انا قصة مركز ولو فعلا ذهب لو ما ينام كدب نمبر كي واسيا وحاندها if anything اقبا هانتهاي I'm confused ديك سيكون نقطي بكوز قفكي هادان برانا يسلي لاني عصب العام تقو كريو حوغا وادفكو موتا لكن والله انتو ما انتها تخرسي بلا سليدا كو كرناي واتي وحو بردن كي سيسدو سيدي سول هاي كيلي بسلو دم اي بصاشي سيو دم اي سيو حيو عدو حلو دم اي نجوغن افريكا صح انتو ديوان درمي أنا محالة ده وحنها وإلسو حرير كرتين any time of the day any day of the week إسوا وعى وحواي وني إمانة مش هجوكتين حتى كريس قبل لابس وأقول لك هذا exactly what you want because أنا وحن أقول هاي وحن قضاء I believe ما شاء الله وانا وح او صحيح انا ان اوغحي وانا انا استعمل لو عين كسبان ما بش يا جاني اكو ها بكوز محا واي انا ان وح حران عنا اعوذ بالله مفاسد هاي واي مو حلكس حاران اي قلايو اخرها اللي قوينا سو واي ان بين يقو شيغا وحي فاكت واي انا اوغ انا استعمال سيد لو استعمال وا اقانا وا كاغدا وا كو ايمانا وا كو لغرا وا كو لخريرا وا كو لفرحه marka adikana way i duceynaysin because waxaan indhiina ku aragtay afkana ku dhidhmis waxa dhaysin actually waxa sheegay saruna ahayd lacagtaada ma ka gubanin because kursi imaale yani bal aqwa ka bixisin waa in sarir mana cuni kartiin maho waxa u tara inta uu jabana way tuuraysin maho waa basle tahay waa kala ka waa bal kala dalxa dhal ma taqa dhal ma qorayd siyaasha oo yeesha duq waxa jiray oo wuxuu jiray sag wuxuu jiray hadda u dhintay 89 sano ameerku degan yahay waan garta wuxuu ugu horeeyay nimanka ugu horeey oo ka taseedka si fiican seedan ka tuuri seedkas markaan ka tuuri aniga hadda upgrade la siiyo yiri laakiin wuxuu seedka original aga tuuri wheel oo ani awoo aan awoowe u ahay awoowe ka maxaa dhadin ka soomaali abuulan aan u ahay yiri oo aroosayo wuxuu haytaa abuul maxay tahay aba macnaha granddad great granddad u yahay marka wuxuu yiri oo aroosayo and the only thing we did was seedkas mashaallah because only salad master aniga wax ku kor jirin digsiyaashas bas marka wuxuu yiri arooskiisan u xirxiray aan u diyaariyay hadii dhahan u sii wuu ooyay he was so happy oh my god wuxuu yiri aniga happy waxaan ku ahay yiri my granddaughter aan rabaa inaan sii 70 years ago why marka digsiyaasha waxaan sii bi aad uu ooyay wuxuu yiri because maba aqaanibo digsigaas digsi ahay maba aqaanibo waan xasaraha dadka kale markaan guriyashooda aan arko waxay ku karnayaan what is this ay walaaqayaan ha وحس ما نقامه ما نقامه نساء وقبنين وراقنين ماي نساء وقوضنا ما قاعدة وقبتة بيها كاخد دارة حتى أردتنا ويابي ولور للألالو يا توان يمكارك كاتدبي وان يابي بكبالك ما أنت وحبور بكوك ها إنه صور دائل وللألالا بكوز وحاوة سنت مركي سنت كبحضو اي قبتو اي كبحضو اه هو شين وزبدلا kala kin kaag ma baan isboonyada ma taqaan laba geesay leedahay absolutely brushka halka brushka isboonyada halka leh isboonyada geeskeeda loo tagay leafka ma ku taabanayso uma baahno anoo kanoon saasoon baal ku xirno galna maxaa ka galay biyo ku radiyo saabuun ku kariyo digsiga aan karay aan karay ee manka ee dahabka bas saaka qaalisan kabi gaba digsiga ha waxa qaalisan dheemanka ee dahabka bas saaka qaalisan waa birta saddexaad oo ku xigto ha titaniumka ist ay maxalada surgical steel ajib 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 waa raqtan leedama qasbaayo qasab majra meesh qofki doona caafimaad kisa qatli marhaba ki ana doona kaaga labatan geemar basubsin samar gubanaya tuuray saliid milixdaay adduunka biyahay
seedka ugu badan dadka ay gataan waa 4000 ila 3000 todoba minna todoba ku jirto minna leh ku jirto dollarka wuxuu xawla asxaabii xawla la hadartin isno problem laakiin dadkii dhaha waa qaali waxa qofku dhan labu qaadan kara isma maaro kasagaa ka boqol qaadan kara ama kasagaa ka boqol aan qaatay wallahi is up to you isaarta qaada karta laakiin seedka marka isku qaadatid oo cheaper yahay okay marka dadka waa ka dhaadan kara soo qoran qaata aniga sadda markaan qaadanayay kama fakirin hata waxa u qaatay adiga ma laga yaabo inuu taadan inuu bilaash ku siiyo may wallahi no wallahi bilaash ah sideetan iyo todoba baara laga baxaa bil kasta ah wallahi bangiga laga baxsada aniga shaqadeeda uu ku soo dhacday anke ma aha bangi oo qof kale ama keedi ima aadin laana waxa rabaa hadan Soomaali aad anke ina u qaato oo ku soo gurtay shan ha waa qaadanaa baakan ku xirana waa qaadanaa meesha u socdaan geesana cuntada waligu karnaa cuntada ligu karnaa laana waxa rabaa inaan jeejin bambiina 4 ka sano soo socda ina ahaado hadda saasan waxaan ku ahay haba single mother todoba ciyaal haysata ha ma iska daay hadda saa u noolahay sheegayay wixii qabo tageen uu ka fog yiri maska caadaan lagu qabaa marka single mother mar dambe sheegay waxaan ku sheegay kaaga dhigtay kelmad uu kaaga dhigtay waa barta muddan ku hadlay inay ka baxo xasbaatay marka haajiga la saarana kun ka daawanay waa dad meesha wala siiqaanay war yahay dadad imaqlay sabay imaqalo waxaan ku sheegay waxaan rabaa long life inaan noolaado ma fahantay long life ilaahay noo adii ilaahay noo afmaadaa hadda waa u jeedin todoba ciyaal aan dhalasaasno waxaan rabaa 4 sano soo socdaan soo socdaan waa kaas kasiin walaatid ma sha Allah ilaahay caafimaad kasi inta buqtan caafimaad ka qaadi rabbi caalamin qofal baad isoo hayn la caafimaadka ma daada isagaaba is control la laakiin in lagu farxadaad waa ajeeb dadka isareeyaan Allah u sahlo gabad baa bir ma sheeka kan taas yar antan sheegnaa ku cuntayna soo hadal qaadnaa wadanka isku dhiibtay daayar okaadiyo sheeka ma doontay markaa daayar isku dhiibtay dadkan waa soo jeestay inuu daaba marka beeshinka lagu gaaray life baan ku jiraa walaalo igu soo celi khayr Allah ku siiyo yaabanta inuu suugaysay moogta markaas waxa soo gaadhay waqtiga beeshinka way daalantay waabad ka muuqata maalin baas aragnaa soo gutri raaco meel iga soo turjumo waxa tiraada daadi baa iga qaldantay waan daal shaqo loo diray moogta san daba laga gaaray moogta markaas ay igu tiri waxaan rabaa inaan tago aan daada bad waxaan ku wadankan daada lama bedelo qaar bay waala bay igu tiri oo markii aan soo galay aad u maxad uga maqashaan kulku ku waalay toddobaad gira gowda garaas markaa waxaan ku daada wal ku faana ayaal badan ka saa oo daada yareystay daada wal ku faana alxamdulillah rabbil alamin daada ka yareystay beshinki aan hore u galin laakiin aan suuna galayaa ma sha Allah qofku wuu sheegtaa fiican maxbuubka waxba kama galin dadkan waxba inaga ma galin wixii laakiin caafimaad waxa la daa waxa la caafimaad ku jirto marka caawo telefoonkan iska xili wallahi biladaas oo telefoon khadku googa igara lehada marka aan ku soo noqono topic aan ku hadlayna insha Allah taala dusuuda cidna lagu maqas horta rabadan baaba soo dhaw ha jiga ka buuxis ma jiro imiga marka sambuusax tala karanayo ma karunta soo sheegna waa baa isla hadla sidii baa ha ha ma waxa la suubina waxa jirto saliid oo synthetic ah baa la buufiya kisiro beena kasoo baxayso waa lagu buufiya ayada soo sameysata tiksa lagu buufinaya ila imika sambuusii rabaanta soo dhawo dabka laga baxmaayo shiil mayna sidee niyo sida ovenki u karsamay uma karsamay sida saliid in galiyo waxay u karsanaado ovenki galiya camal dawab ka caafimaad doonta ka saliid lagu karayso saliid dhash waa caba ma caba waxa salaad la xanuustama karbaanta soomaayne waa dibraayn waa tagaaya habad cunayaan waa tagiba weel yalaaluga ku raacay soo fanaay the scene a half lot of proof in ramadaanka hadaa digsiga cunto ku karinaysid inaad laab jeexin inaad macnaha ayelin wala ayelin inaad saliid ay jirkaaga galinin انا ايدين بروف غرينهي بيكوز انيغا اه هويدي سمبوسك سمينيس او كل بيبتده كل هي ما شاء الله حتى انا اوغو تلاغلا انا سو بندغا سونك ان شاء الله اوكي ان شاء الله وكانو كات اوكي ليموني ديكسغا وخدان حبدا انو امكان هيستو و خو بو كسميسن كلا و خا خدون سايو سمبوسك لازانيا ذا هيليبكا افرتين و خو انت عادن كوريا سي عادغا دمانتو افرتين هل حالك الدكسي وحكو سو بكرت كل يوم سو بكرت هرا خو شيغ ميدان دولشو كدو مكو دهينو كل يوم دولشو لو دوبكرا ما شاء الله سكوماشي لاوا بكو سي ماتيريال لاوا سايزز كلي كل دو اوكي ممكن بريس ما كرنا فور اكزامبل اوكي بريس كبي لو درا صح قصو كو درنا بي سوما بي باستا دا اي بريس كبي لو درا وحبا كما قويان لكن قدارته وا كان حلو لو درا قدارته بيها قدارته بيها بنفقدك بحسو
اوكي مرك ما كبريس كما كنا اي روبيون كدرنا دوكي ما انتي صراي لا كوبيا لا كوبلي بس قبل لكن ولاقه عجيب او بي قبل وحنا لو ولاقه بكوا والله ولاقه بي لا كركري او كبحي اي كبحدي معناها نفقدي انك كما كرني بي عادقه او قبوه كو كرسني سالا ها لكن ولاقه بان تجري ما جفتو ولاقه ولاقه ما انتي ما ولاقه ست هذه ولاقه كل رخصتين او كلا تقنا اي كور تقنا او لو يلالي ما درسك ما بختي هذا عادي واكو ود شبتي انت هذيك عربت عليك شو كان ساعده بالليها باساسيتي منها نعم شغلتك هذه كرتها كور اساسيتي منها بك وروري سيبك اصلا بكوز وات تايمر ها تايمر واي وكرنا بوكل ذا جيرو دتك وا اشرحا سو دتك دها او بس هي كو اوغانا ساعده كو كرا وا لو برا اتس نو ا بروبلم وا لو برا اساسيتي منها انت تقرعنا المان ايكا غرغرو كرو 4 اورز ويلي كولر سي اهانا مركو دم قدم ما شاء الله marka ilmaha suuq doona karta adeega doona karta guriga nadiifi karta wili waa kulul yahay may may aanu duurta kaara qaatay kaayra kale kale aan lagu sameeyay macmacaanka aan qaato ay fiicanta isla 500 sama ka yaa ha hab iska jiba miya taafi naxariis iska ma jirna ma jirta ma fi naxariis ma hayta saasa ba loogu jibiyo stow ma daba laga dhigay lix haba qaadanayta lixda haba marka qaadatid waxa waaye ama todoba haba oo xalad ama la wixii ku dubaneysay oo imsa oo ii sheeg oo kaasina ma jiraa lagu banayaa mala waxa waaye asan ugu dareen sidii ugu dareen sayid ugu dareen kala yar baasha wallahi walla ka ma argo laale kaasina ku tusiye waa gurgu yala mala waxan ku dubaneysaa aniga kan gato okay mala waxan ku dareesmiyaa een bankiga ma ku sameysaa ma ku dareesmiyaa sidisna kili bu finale ha sid la buufinaayo ha oo iyaga wataan low percentage waa kaas ma aha normal oil tuflasiina da sid walgidna sida adiga masaxa waxa marsanaysa sida adoo tuusho la marisid ama la mid tahay sax 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 waa gidine hadii kale waxa waa uu caba buuftas ma cabaayo buufta adiga ku tagaysaa dhow waxaan adiga adoo ku tagaa samaha haddii kale waxaan ka soo baxay bum oo qarxaysid ala ay xaal een barnaamijka waa idin soo bandhigay walaalay een kaagana ku meen ku qorayna kii la soo wacay ku qoray kii waxaan idin sheegayna hadaba leemoon saad u helaysaa horta aniga way la soo xiriiraysaa way waxa rabaa inaad ka garaaco oo de customer yaa dad aan qof qof keenay waxaan dadka booking partner tagay ayuu ka jibino waxa habla ka jibino de wixii yaa wixii laga dhigin een lagu shilay dhaftooda lagu shilmo wanaagsan ma ogtahay halkaas intaa ka gudbeyna magaceedu hadan ku soo qoray lambarkeeda leemoon waxaan kala hadalkii aad sheegaysay maxaa markaa aad sheegaysaa farriin ma u diraya bulshada Soomaaliyeed ma yareeyo sidii gabadhi yareed maxaa dhacay Texas ma degantaa hooyo Texas gabar yar oo Soomaali ah oo macallimad ah oo Texas joogto oo family aanahay aanoo la soo sheegay inay Comer gashay swimming pool ay ku dhex dhacday inta la gaadna waa teenager adiga iska teenage waaye waan gartay marka isbitaalkii Mareykanka waa garan karnaa lacag waa waa qarash qofkii markaas qarash intuu heesto iyo isku daaweeyaa isku daaweeyaa ama ku jirta macnaha in loogu talagalay ashuur ismuu ahay maxay dhahay life insurance marka la wixii markii ii sheeg meeshii ay gashay intii enough family ay hayay way dhamaatay waxa dib loogu sii yeeshay 1,500 dollar haye aad dib loogu yeeshay waayo marka dadka Soomaalida ah een waxa laga codsanaya inay daanoosh u sameeyaan donation ka donation ka ay caawiyaan gabadhaas caawiyaan waa hooyo Soomaaliyeed ah dhashay een waxa waaye awoodeedii intii aheydna way bixisay way karaankeeda ah laakiin hadda wali wallahi Soomaaliyo dhamaadeen maanta ana Soomaaliyo ka hadlayna wax ku qabanayna magaalo order odaygaan waxay ugu dambeysay barigii la idif maxay to dhaqtarka laga saar waay oo Nairobi joogaysna wadanka maqlaayo iyo dadka ilaahay dadka oo dhan hawada buuxiya baahida insha Allah bidnil kariim qofal bana dhibaato Allah ka saaro een maxaynu kala ku soo gabagabeyna u sheegna bulshada yalla habibti hadaan lagu hadlayaa hadaan kula hadlayaa caafimaadka just shay weyn waaye waxaas camala maqlay gabadhaas ku dhacda waa naxaysa moogtahay qof iska caafimaad leh taas laakiin waa imtixaan oo adduunyo oo ilaahay dadka saas u saarayo dadkii caafimaadka qabo oo ordaayo oo socdo oo guursanayo oo dhalaayo oo iska shaqaysanayo just hadday adiga naftaada xitaa ka fikireynin futurekaaga ka fikir because ilmaha aad dhali doontaa waa guursi doontaa you know family aad rabtaa and then on top of that naftaada waxaa gelisid adiga amaane nafta kugu tahay qof kasta oo u sheega naftaada amaane waaye adduunyadan waxaa waaye transit destination kaagu ugu dambeeya ma aha marka dunyadan ha ku dhiginina qaybka ku leedahay ka qaado qaybtaada ka qaado saacadda waxa way muhiim markasta abee wuxuu dhigi jiray saacadda jar intee ku jarin because waxa way time ka waxa wax badan way soo xirta laakiin time mar haduu ku dhaafay today is u baxday today waa baxday the 4th of march
على قلا the 5th of March tomorrow exactly so 24 hours got already wobe hi hello assalamu alaikum hello عليكم السلام تحنا هالبرامج في فيسبوك مستر احمد صوت افريكا سودو قام خويا بمك اه لا غلط هاي امري هذا كل سلام يا اديجي يو ليمون السلام عليكم سودو برامج كوالا سما داوناي عثمان عندنا موضوع حلو اد بنكو سودوني ولاالكي قال سودو كيل ف سومالي كيبل انا قدا وتكيبا وان شان هذول غرو سي ودني موقت دد كان كدعين وحياه عافمادك موقت اندرو دا والله صراحة متك أروان داون أيه متك نوان داون أيه مركا وحوي أنا وتصبر صلي وحوي أنا أدبر إشي سياسة ما ويا قارب أبوتين أحمد أطب قارب أنا قلت أول المعان وكل يوم نسكت لي رابع تاي وضسك بعهم تعرف تا موقف كوكرية ما ضو كسرة صما وابن دالي بحمله ما مقصه هو أنت لما قرر ذلك قلت ما حد كرين two times ولا ممكن نبيت ممكن نبيت أحبه ممكن نبيت هو يبغى سعر مركا أحمد واعي الترى بالك نوعي الترى ما سوى سوى مركا إن شاء الله تعالى بين سلام يا وارم ورا بس عويه ليمون نواتر ليمون نواتر آدي بدنا حجر في عند إلا صوت أفريقيا على ما نقول نكسر مركا يندون إن شاء الله إن شاء الله متى كرين قبل ده نحن نصن وهذا إن شاء الله وصل دعائنا وصل عودنا إن شاء الله تعالى مكان ورئيسنا أيه وصل دعائنا إلهي بناء فيو الله دعاء إلهي قعنتي ساوح والبكوين أو لقوه طمع موقع الله يدعى دواعي قبل هذا حلالي وكو كرستي نختار ذي هاد استال كشقيسو إلا جامعة ذي كقاران لعقوه ذي إذا بحنيس لكو أقرأ كرتاه هو يلا عق علاس إنت صليق لصو صاري تفعب معناها إيشيك هدنا عن معناها ودن كيكون يولينو أقورتي هرقيسي هيد markii gabadhi xiladii dhacday ay ka soo carartay meeshii ku soo adagay gabadhi ka soo carartay isaga soo qaxdmiya may way ka soo macnaa markay ogaatay iyada maraykan ay ka guurtay gabadha gabadheeda jaamacada ay dhiganayso jaamacada markay dhameystay gabadha amerikaysa waa waxay gabadha kula dhacday problem ku qabtay marka la leeyahay ilaah baa bixiya deeqde ee ducadana wax weyn waay qofkii deeq awoodana uu siin kara donationkaas uu sameyn kara qofkii aan awoodin ducadu ku kaalmeyn karaa because ilaahay ba gacantisa ay wax walba ka weynta caafimaad kana saabixiyo marka gabadhi maskaxdiya ii sheeg muxuu ahaay tool hadii laga furfurto baaladi aan lacag la dhiibin meesha ku dhimanaysa because waxa ka furanaayaan wixii ku xirnaayo dhan hadii aan lacagta la bixin ilaahay ba waahid alqani qafur rahiina taana waxaan sameyn doonaa u soo duceeyo waa axmedow wallahi waan ku wallahi waxaan guurada كل يلا كل يلا إن شاء الله سيجارة عاد بنكون سلام يا أحمد أنا ولا المعانا جزاك الله هدنا وظهر لي نحن كبر إن شاء الله يفك أنا سلام عليك أنا يا أحمد ولا مع السلامة وأحمد دي شيء حق الدعاء دي شيء من الدول وقرن إنسان واتي لقلي وضنا لقلي
واتدعى لي ذيك بوكستي حنون كي إلى هاي يعني وضنه سبحانه وتعالى دا كقول سيي وضنه لقاي ما كان دعاء ويك عذاب وهاي ضد بدن أو بحكي كذا سويك وهم قرنا أمال كذا كلا كسوة عكس ما ضد كان يمو وقف لايف فيسبوك إنه يقول ما تنا كوي سوق راعي على غيره مركا واحد ترتى دعاء ويك عذاب ضد مؤمنين ترى ولا دعاء المؤمن مستجاب ما كان ضد بدن مؤمنين ترى أو ضد كذبين أو ناقصن أو ضاع هذا أو فيسبوك يكب بحاء جزاكم الله ألف خير إخواني في الله أو دعائي أو دعاء ذو كعذاب أو والله أو بالله أو طلاه وناقصن أو قلبه ذو حارين هاي أو غير فتنا هاي غير دبعتان هاي وصاي الله سبحانه وتعالى غفر بكيس أكون مشغولة مركا دعاء ويك عذاب مركا ويك عذاب مركا آمن الدولة ويدين سوهم هاد علنا سوار عليال طب بقول أمال ما آمن الدولة بطنقو وضوح عن قفك إلا لب لو دد ولا رضا ما يوحيس إن شاء الله تعالى دون هبين بهالك لايف صوف إم كويس عنك الكاتش رنجروي كل كلتا قول واحد وح 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 رنجروي واحد شعر عند إكسر فصل صار مركا يمكن ما أنت فردوس واحد أنت عند سودا الاستعمال والله بين كرتي هل جرن جرعت ما كان قول جل سلام إسراء ضن جرن جرن كرايا وحنا شو مش جرعة هذه مصة صعده كور هذا لكن جرن جرعة أما روح نقص سكر محاكاة قلي وأضو دولة سكرتي الحمد لله ويا اللغة هلا قص على بني آدم كل ما ضل اللغة الدوة ما أنت راح تكتر تيجي في اللغة الصغيرة جرن دون ها ها بس أنا يرى والله بعدني تتبصني جرعة نعان لي يقول شوي كور ها وأنا بروبلين كاس قبلك هذا الحمد لله إلى يبقى يجر قاري ليمون وحن ليها جندي فردوس الله جي وصيدا وحن صوه شيء وأنا جا نقول عاوز أني هو إذا ومرك فائدة كهلنا أنت كلام وقف إذا صندونا دائما لواطن ليمون ما تدري ليمون بكوبي ليمون بيرسم فرت ليمون سؤال بكويدي ما أنت بكويدي محل وبيحل ليمون هو بق هذا مثال شيء مثال شيء ليمون ولا إن دنا قبل إذا ليمون وحاول بحية ولا شيء يا بحية een oo magac li ku nool sweden oo dadiga weyneed ah markay dhalatay markay la qaxay ahayd wuxuu bixiyay lemon een macnaha magacaas wuxuu yiri waxa la jeclaaday ee sheyga liinta la yiraado waa sheyga nabiga kaleey sallallahu salaam uu sheegay waxay ku tahay daawo sideeda hadaad malabka ku darsato hadaad biyaha ku darsato waa faa'iidooyin badan ay leedahay maqaarka u fiican tahay caloosha u fiican tahay badanka lugaha oo kale u fiican tahay hadii macnaha korkaaga aad ku nadiifinaysid u fiican tahay hadii heerkaaga skinku wax problem qabo aad marinaysid inta ku miirtid weel u fiican tahay yani dadba dadka waxa ku leen dhaanta skeel aleh cunay wasaqdo dhan bay qaada macdan skinka kale anke caloosha hadii ay macnaha leedahay dufan way baabisa waxa kale sameysa gaaska olsada qofka qaba haduu todoba xabo intuu dugsi ku rido uu karkariyo yaani waxay ka dhaqdaa in gaaskii cudurkii nabarkii tirta sax oo dad badan ku daawado wax loo geeyaa marka leemon faa'iidada leemon la dhaho iyada Soomaalida hore u aqoonin aniga faamil diineed aan kasoo jeedna markaas la ajli magacaas soo ugu bixiyo marka caynkaas leemon aad u bixis abtigi oo jecel oo adduunku u jecel hadaba leemon baa taala ku daay leemon kaas ka ma qaadan leemon barahay waxaad ku soo gabagabeen aan ka baxnaa hadaba sagaalkii wax leey hawla badan baan aragtay isugu shaqayn ka bilaabay kala moqto waa daalku waa dunka daalka dunka ahay just waxa waaye horaa u sheego ku soo celi caafimaadka shay weyn waaye ilaaha noo kordhiyo intii jirna ilaaha ka qaado hal isla dadaalada soomaalinahay meel kasta waxa waaye waa ku dhibanahay wax markay halaabaan leey ka hadalna marka horena ilmaha oo shacabka ah iyo nimaha dhalinyarada la lama dadaalo waxa oo wadamaha laga la soo cararo inta la keeno waa inay ay ka wax bartaan markay wax kuula imaadaan ay fiican yihiin halala dadaalo si niyada ha loo dhiso ha loo sheego wadankeena wadan fiican waaye saa ugu noqono oo wadankeena u dhisano because wadankeena wadanka fiican oo ma jiro marka anaka Soomaali markay Soomaali ahayd anaka ma dhalin ma ogeyn ma naqaano laakiin riwaayadaha anoo yara ka fiirsa jiray aad aan jeclahay waa isku oo jiray waxa dhigi jiray wadankayga yaa anoo saas iiga dhigo ma fahansan tahay marka waxaan ka jeclahay ma jiro inaan xafiis Soomaali ka furto dadka caawiyo caafimaadka dadka caateeyo ilmaha wax u qabto waayelah wax u qabto anaka dhan wax isku qabanno hadan Soomaali nahay marka aan isla dadaalno aadi aad isku dadaalno hanoolu duceeyo anaka waxa waay kaftir ma duur caawid la kaftan hay inta joogtaa xamaaqna idan kuna waad waa kaftan oo ogolaa kaftan go free waa ogolaa waa free soo qora hay aad baad islaamaya waa kaftan siyaasadeed sax dib mar waan weydiin kartaa samaha hadaan ugu dureeyni maaya macaash Soomaali Soomaaliland ah ma ina isku soo noqdaan badoonisan ma ina laba jaar noqdaan badoonisan
annaga waxaa liira ma taqaanaa shantaas farood ya ilaahay isku dhaji kala ma marmaan ani waxaan jiclaan lahaa gaariso isku dhagashashid miya ha gaariso illa muxuu ahaay kan Ethiopia joog aser iras gabool maldaay ina shantaas isku noqono walaal kala goobo jeedaa annaga u diidii keenay lahaano you speak good somali jazakallahu walaal ahaano waxa ay Soomaaliland tabaneysan een macnaha laga daaweeyo wada hadal miis lagu sameeyo hadii la diiday daawadii oo la yiri 26 sano inuu kala maqnaayo siyaasad ma galin laakiin waan yaroode kaftana intaana fahma dib ma lahayn waa laba walaal oo isjecel imika saddex iyo soo saxiib ma nihin saddex iyo saxiib qabiil baan kala nisan maaha sax xaqiiq ma karo Soomaali ma wada joogin soo saxiib ma nihin haddana sax saxiib noqon ka war oo leeyahay kaasna halka loo tago halka loo dalxiiso ani ahaanteyda ay macant obviously ani inta ku koray i have no idea about what i know ndaa ku soo baxay ku laakiin somali somali waxba igala kalma to me there's still somali you understand qabiil anaka especially dadka aney la eg oo maxaa la dhahay inta ku dhashay ku way qabiil waxba kama naqaano anaka teena hadiina la weydiiyo somali somali waa jicilna ma kala ogin waxa sanaka faasatahay dad badan oo shacab ee oo bulshana isla fadhino oo 20 sano aan naqaano oo qabiilkan aan ka seen yaa tahay yaa tahay wiilga isdheena jiro sax because anaka barkin la weydiiyo who are you was somali first absolutely ha ma qolaf waa somali bana yaani imka xasid taagan bala yaani dadku isjicilhiin haddii noqdo dad jaaro walaala maxaa dhacay oo dadku ilaada aanu khalaas tan ramka tirsimuhu haa yaa ku tirsana taasna dib weyn oo macnaha ku jaban ma jirto Djibouti ba walaalaanahay moqta hadaba waa kuwa caawinaayo oo oo joogo Iran joogo oo heel walaal baxsadeen baraamurka ma jirto baraamurka yaa u tirsa hadaad yaa u tirsa waxaan rahay hadaa yaa u tirsa waxaan u tiri Soomaali oo dhan dadko dhan aan u tiri maxaa tiisida kullu qayl laakin macnaha wax yar waxaan rahay hadaa isdishaan tolkayga oo isdaadisan ayaa didinaaya adawgaan soo durqa macnaha xiba xuduudaha kuwa kasoo galay yaa macnaha caawinaaya marka bilaa aadunku wuxuu ku unity uu ku yahay inaan kaliya ka fakarna Soomaaliya kala go'isa maaha islaam oo dhana waxay tahay inay unity noqdaan sidii wax u qabtaan oo wax u soo saaraan anaga hadda wax barashaan ku jirnaa macnaha tan treerineyno tahay macnaha waa waxan baraneyno macnaha ilaahay wuxuu ugu talagalay kuwi is macnaha caawiyo oo ilaahay badbaadiya kor uga ka badbaadiya koonka anaka kaliya inaan kala go'no kaliya inaan ku fikirno ma ahane waa inaan ka fikirno caalamul islaam see dhibaatada haysato yah aan uga saarna si ilaahay ula hortagno uqtul muslim aqil muslim macnaha oo noloshi ay noqoto britool macnaha way ay dadka cadaanka ama reer yurub ama reer macnaha america ay u soo saaraan dadka kale ya inay diyaarada sameystaan inay maraakiib sameystaan inay nuclear sameystaan waxay uga fikireen unity ay sameysteen yurub ay unity ah anaga marka islaam hadaan nahay aan waxaan kala nahay sidii geedkaas u kala taagan ayadoo marka islaamka in la isku soo aruriyo diinta islaamka ay nafarayso hadii anaga bees bees aan u sii kala go'no macnaha fikriga aan gaari lahayn inaan dadkaas la tartanno macnaha ma gaari karno qabta ma qabta ما قاري كرنو هلا السلام عليكم مركو انا تنكرك فكر هلا السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اخت الكريم مساتي الحمد لله حلت مع خير الله كسي قلبي يا عبد معاني انا ان وحالي لها ام رياض ام رياض ما شاء الله ما قاعد في عن ام رياض سو دولارو هي ام رياض قال عاد بنو في عنا ولا ما انت وحن كان لين السوده سان كان لين كفته سياسه ما يرقل لين كسان سياسه عاد يقول لي تو ها وا اذن اركي ما شاء الله سومالي وحوا بكر مارميسو marka soomaali waxaan u diinay ragan u diinay insha Allah taala way waxaan dawlad daalo walad daalo wax maalba lagu daalo wax ka fiican waxaan ku daalin ba moqto laga dhageysanay marka bay walaaleen soomaaliland hallo xornimadooda waxay jecelin hallo sameeyo ma tidi waa jecelna ha waa dhahayaa waxaan dhahayaa inay habi naqdaana raba walaalahay ma fahantay soomaa ma sha do dibe durku ugu dhacaan aadi laha soomaa of course sax calan kale ugu soo dooxay calayasha Soomaali siyaasadda la gala calan la bilaabayaa ama laakiin siyaasad kama hadlo anigu siyaasadda ma bacay laakiin waan inaan isku dayeen dooniya bal mar xasaasiyad laakiin si daacad looga hadlay imka dadka hal laga hadlo hal laga hadlo iyada qof la ataad gareeyneen oo qof la xumeeyneen hal laga hadlo baaleen Soomaaliland nabad ay sameysteen ilaahay ha u siyaadiyo maanta waa tii karaan muqdisho waa tii kara hargeysana waa tii kara because qof Soomaaliyan ayaa idahay imti ma soo asoo gelin meesha qof idahay Soomaali waaru wallahi nabadaas ayaa macnaha sifican ma sha Allah marka waxa hadlaa Soomaaliland halo daayinay traffic-keeda heshay ka go'da Soomaaliya inaan
yar oo aniga aan dhalay oo hadda 12 jir asoo yar oo 8 sano jir oo mucaamad aad ayaa inuu wuxuu ku taa adi Soomaali ma tahay Soomaali so from Soomaa aniga inta ku dhisho dhalay Soomaali ilki yaa wada asoo yar Soomaaliland ma tahay iska da Soomaalida suuq waan garta sabab uu jiclaado ma fahanta oo Soomaali in aan laan ma garaneen asi oo iyo doon aniga Soomaaliland ma nahay haya marka waxaad leedahay umriyada umriyada marka waxaad leedahay dadku ha noqdaan laba qof oo laba jaar hala noqdo hala kala hado halheen inta xanaaq lahayeen dibo ilaahay jiclaano hallo dhaafo waxay jicliin hala siiyo bal jeens ha loogu sii dir walaalay Soomaaliland jazaakallahu khair wad maasanta boqolkiiba boqol wal macaani ma inta maanta siyaasada ma rabeen aan ka hadlo laakiin inta erba soo galiyo kaftana waa laga hadlaa siyaasada imiga su'aal baan ku weydiinay walaal dadka dabarbara meshay ku taala walaa dadka dabarbara qoyay ku taala Soomaahan Soomaaha okay aadood ma hadsan inta sarbeen aan ku weydiyo dabarbara waxa arkay macnaha way ka xageysa ma kan bar iyo koonfur meshay ku jirto ana way hargeysa ma ahan gobolka saaxil bay ku taqaala caasimada Soomaaliland gobolka saaxil ha Soomaaliland ku taala mana la farigeli karo waa in la dhaafa walaalheen Soomaaliland calankii Jabuuti baa la soo saaray calankii Soomaaliland baa calankii Soomaaliland la soo saaray waa ka imka calamad baa bilaabmay ma dadku inay saaxiib noqdaan aad doow laakiin hadii idinkii dadkina dawladda badan baa imka ixtiraafno iska taagan moogta marka horta siyaasada waa ixtiraafa ha ku adkaysat waa ixtiraafa you know why mashallah waa problema ka socdo yani adiga marka adiga taada xalisid aad tu kala xalin kartaa you know mean si fiican marka waxa leedahay adiga marka xeerada daryeelo tu kala daryeelaa horta koonfurta nabad ha laga digo kadibna ayaga meel dhexa la isku iman doona sax laakiin hadda hala dhaafo Soomaaliland horana ha u socoto walaalheen annagan ilaahay wada kala baxay aad iyo aad baad u fiican tahay umriyaad aad baan kugu mahadcelinayaa ma jeclisay asina kaad laakiin waxyaabaha waaqca waaqca waxa weeyaan waxyaabaha runtaan in la ogaado way fiican tahay yani imika 26 sano la kala go'ay oo la kala maqnaa marka in la isu haneeyo way iska fiicnaan lahayd dadku dadku waa run run waa Soomaaliland nabad ay sameysteen marka qofka nabad sameysteen Allah u siiyadi walaalahay nabada wax weyn waayay ma fahantay waqali wallahi war ha marka nabada ay sameysteen maraba in gadaal u xadaan si fiican waa la dhiba yaa la dibin walaalaha Soomaaliland yaa la dibin bar aan dekadaane aan imaaraadkan ayagan yeesiino ayaga iskala waxood ahaa haystaan qolkala miyuu yaa la faa'iideysan gudaha maalin kalaan ka dhigi doona gudaha la geli doona xasaasid baan qolaysaa dad badan bay imka iska daan ka baxaan sheekadaas oo barnaamijkeena ku soo laaban hadda aad dad maasanta xabiibtay umriyaad jazaakallahu khair xabiibtay oo qoray lambarka aganaya هاي ابا قدان ليمون يريسه حبري يروق سلاميه ابو سلام الله والسلامه يا ابو سلام الله ان منجسر عندك انها ان شاء الله واذن سحريرنا امال فرين ما هي ان شاء الله السلامه وخير الله كسي اد بدو ما سنت ولا صدق قرخ ما الله الخير ha inaan baa wuxuu ugu amaanay dadkan isjeclaada iyo guurka aan doonayna inaan ka hadlo madam rag badan single yihiin amaalay life ina soo gashid waa because annaga waxa waa single mother ana naftirkeena calaf doonaana saaxiibey ma sha Allah de hadda way dhageysaa umriyaad ay dhageysaa imika waxaan hayaa dhowr inamood baan hayaa Soomaaliland baan hayaa oo Puntland baan hayaa oo Soomaaliyaan hayaa de ku kala siiyo kili ka sharaad baan hayaa oo Djibouti baan hayaa waa wada rag single mother oo wada single wada inama single ah ma yee kili ka sharaad marabtaa ya ayo waa masakiin waa dadkaas Ethiopiaana diba Soomaan in Soomaalida la soo geliyo waa la soo dhaweeyo marka waxa doonaysa aad ka kali kishanaad baad doonaysa Soomaaha ha marra wax qabsiga aan kala tahay iyo koofur iyo khayr ka baxdi cawda u jarne ma khalas umriyadu xitaa aanu kali kishanaad baan ku hayaa kali kishanaad inaan fiican baan ku hayaa xula wallahi xula oo qurux badan ma sha Allah خلينا على الصحون لا خليه على السياسه marka hadaba umriyada hadda anigu waan ka soo xulayaa moogtaan ay marka hadan ku soo dooran igdo xigana wad garanaysa sax haye haye gabdhahan waxa raba inay imaadaan inagu imaadaan jaster siyaasha wali idinena anagana waa fiirineena insha Allah ka waran leeymo no imaa leeymo waa tagay waxa ka soo tagay waa qoran insha Allah
اوكي ام رياض اد بنكو سلامي يا حبيبتي وانا كل صحي لا سيجاره يا ولا لا مال عيالك مع معي في ابا وانا جعلهاي انا ما كنت جعل معك الهي ودك نمتها ما قد دي الهي ولا لهن او معنا قفل ايميل تاغنتا سومالي ودن الله اسكو كان مثلا امين ولا لا معانا جزاك الله خير اد بدو سومالي هلا ايت هاي ميل كستو وحوا سومالي جو وقنا ولا انا كنت مبعين كاس صح ولا لا وهمتا ودمانتا الهي قلبي نظيف كان الهي امين قفل ام رياض قفل بوح وقليا كلي بو قليا قبري مدو قف الله لي قف الله لي قف راعي يا مجرد ما قرأت الله أكبر صحوة صح قف عمل كساك سلقوا الدنيا ولا قبيل باكو راعي ولا قولان هاكو راعي ولا كناي راعي ولا لون كناي راعي وحنا نقول ما انت هالكاسة لقا قد حقا كي اعتقاني بكو الله وحل غرنا مرحوم كي حتى مقعق الويد مالي والد كي يا قبيل قرنين سوامالي سوامالي ورصاد وقلنا أنا النرش هذا سيارة قروح بدنا قبوب وقفل بنا كنت على لها كود عين لها ما هي قفل بحبار كجت كذي حيك قعدت جنب وقت كون كاروك بركض كون عقب حبار كون طورة ما فهمت أبا وعرفت ودك يعني قبيل محوطرة قبيل وحبه هو تري وعوتك يوم نقبل بلي دك يوم نقبل كل جو جوي وحبه قبيل لا ضد علي ساعة ضد علي مسل نردن وهل سومالينا هل واي مكرتي أنا ما بدي كذي بقفك انتك تمد إيو سومالي ميا ها خلاص الله أنا كنا عربت رفضنا وما نقول ما إحنا كانوا برا نحضنا مدة وإنا كسر دقن لكن وحيد دتك صدبة وحبذا صامري دبتوين صامري قرح صامري وارد عدا وارد عدا دتك لكن أدو شيء كذا سوى ده من الناس يا صدق هل كانوا كده نهبي ونعكسن أوكي ما لين هبينا كهلا لين ما لين هبينا كهلا لين صدق شو أفكر أنا كده هاي صامري وطن وطن الحمد لله رب العالمين متى إلى هاي سمالها شو جاي هاي آمين آمين أنا إنها بتبعدينه سفيان أنا ركز على ستين غذين تو مركان نحن هالناشر ناتو وناجع أنك تلين أنا جا عيال كهين ودك إن أنا جا أك أو معناها هدي أهل جارنتي هدي أهل سكلا مرول بو يعني واكن نقولنا رجع مثلا تي هذي هذا وكذا كورن هذا الشيء كذا سينجل ما أدري كنا مالين كنا نسوي عليه برامج كديم ك ها سينجل ما رح نسوي عليه أباين هلو دعية ولا عشان مليون مثلا مليون ولو دعيني ولا لما حاكل عاي أنا وحامي أنا ضاوض ضاوض برامج شو ده مليون ده لا إسكت الدبان ماله والبو إحنا هذا بتاعك إذا نمرتي لا هي مرتي محي كسمي يا ولا محي كسمي يعني وانت بالله يسكب بيزنا والله وعي عيان يتر وعي عيان مرك عاية سبحان الله وعيب والله بلا قف هورت الدمر هورت انا وانا هريد انشيق اف عاية تمي قفكي افك عاية تما هدون ان هو يدي هدو قبل عاية هو يدي بو عاية انا وانا هريد انشيق اف عاية تما قريقه هو يدي بو كليمي صح دمر كان الله ما بقى عيب ويكولا دشين وادشين وادحدين ويدندلين وهبرير وادو وايي وهوي وولالو كي كهدل دمر وكو ضعيفن اسغا هرتاس وا با شخص ضعيفه اها صح قف كي دمر عاي اسغا هوتي ضعف كبدانا وانا وحا سانو اركي برامج بدن بلا يسو دغه حق فيسبوك وحنو هيسين انت قف ضاعده او قف كضاعدي ضاعده واي صوماليا كي سدو مسان ساره دولن كي نعبدها دولن قفكي للظلميه لكن واحد دعت المظلوم مستجاب وقفك للظلم ودعت سوى كعده. والله قف دين لأنه واي مركب إيه دبان يظن إله إيمانك وتجي هذا إيه مخلص سنة والسلام يا. ما إلهي سبحانه وتعالى قفك الظلم وقفك الصمة إلهي بوجترية الله ما سيطر صدق قفك عاي والغسي قد با قفك آموسانا كفي عن وكدر جفي عن قفك قفلا سيطر صدق ولي قاين تضنو شاي بني آدم هدوك الظلمو هدوك عاشي غوح هدوك عايو هدوك يقاديو هدو نصب الماذا كشي غوح الصم قفك وحل قد لا وحل قد لا قفك وحل قد لا الصمت وآموسنان با لقد لكن هدي أد قفك لا سيطر ستد وحل غايا بقف إز كوالتي هاي مينات لا سيطر ستد ويساق عاي إيو رفاض إيو أفحما إيو وحمو صابر وحيو قبرتو انت عايدو ببرتا بنتها ما والله قام شو قفك وعايش ما بجي علي قف إنا معناها أن لما مر ما بجي علي ما ولا سر ما يحطى وابكيشون أبو أبسلوت فارنسي أندريما إن أنا قفك وعاي والله قام صاب قام صنان تود قفك حتى أكو ظلمية والله قام صاب ظلمي قنا وكعاء برجور الدين بأود تشيل مكفرس بعوضة والله قام صاب صمت
ولي هذا دلوا عايو صور كذا هلا قاطو هلقو فرت فيسبوك ما قحكي هلقو صور قرا هذا الله هذا هلسي توب شنو كا واحد في عن قفكم لا لا بس نعده ما تلفن كوكو واتساب كي جلسوا هذا قفكم آه. بركا واحد في عن قفكم أمس قفكم لا ظلمي أنا سوهم بكب ظلم إله بقوه يلندون سبحانه وتعالى لا ما هذا لا ما شاك لا ما ترس هذا ولا قامس ما كان قبل ده ولا على يا هديل يعني دتك دتك رق عيان أما هذا قبل عيان أما هذا علوم عيدا بقى يده ميزان حسنات كده وقعية إيه ده النفط كذا إلهي قلبي يا ده تجي نك معناه نك أرسته معهن ما يروح نور قرصة مركو وانا اللي بسيء شيء قصوا ولا دبى ده رين إن شاء الله تعالى قف كلا دبى قف والبهادو قف والبولا دبى إلهي سبحانه وتعالى أما صغير أما كبير أما نن أما رجبنا الله دبى ما فهمت او يكبر دروده كدول من باجره او لبهدلي او بهدلاد ان لو قورين لو قوراي او يورب دمر كبر كيمادن يكبا وجال عصب لا صوبخين ما هادو مرو قورين للدفاع ما كرنت لا شيغو انت رغ في عن باجره سومااليد كو دخجيره رغ وخه جيره كشرف بدن دمر كشرف بدن او كافغابن او كخلق وناغسن لكن نصيبك هادو قفكو خن كو قفن كو سيمو واسكا دين وا حلف لكن والله غبا حياه لكن هلا سمرو ماركينو قبر في عن نن خمسو اداي ساس عمل وي جرتها اي مسنه مبا في عن اباي با كميدن كورن كرا ابتي با كميد ولالكي با كميد وي قال كلو بدن يي سومالي ماركا دد اسكو ودا ميد ما رق خن باجيره رق في عن باجيره دمر خن باجيره هبل خن باجيره ويلل خن باجيره اسكو ودا ميد ما ودني لكن وحا ويان الصبر الصبر وكلمه عجيبه يعني قفكي انه صبرون با في عن قفك لا ترسان قفكي قف في صوغ راعي فيسبوك يقول لك انا كبحي ما يا كبحي كنت لكن قف يقول لك مره فيسبوك لايف يقول صوغ راعي اي دونت اندرستاند ما معناها كانه بيس كان نقطه لقيها بايك مره قاعد بعد ما صمت ولا شيء ام رياض وانا كل صحيح جزاك الله خير هاي ولا شيء قبلها نو سلامه يا سلامه الله يكون سلامه هي هبو قلبي ان شاء الله وانا ما انتي ان شاء الله وشرحينا انغنا كل ايبينا انغنا كس ان شاء الله وباذن الله ما شاء الله ادغنا لو افطر قرينا مرك ان شاء الله السلامه عاد بنو سلام يا اصحابته سو قريسا دوان قبالك اخرين دون ان شاء الله تعالى كومنكينا ان مرك ان انتا مليون ما مليون waxaan rabaa walaalayaal rag hadda tiin hablaha la tirsanina xishooda ka xishooda hablaha Soomaaliyeed hello salaam aleekum hello aad ma ku soo magaca walaalo ahlam uk habibti ahlam aad baan ku soo dhawaynaa saaxiibadeeda duunkan ugu jecel soo dhaw ahlam ahlam wahashtini wahsh wallahi alazim soo dhaw والله وحشتك ميتي والله هذه يا قوة أخو سلامينا ما شاء الله أنا كنا أخو سلامينا إيه ورا ما كحاء عاوك وقول سبعة ودر وحط بلا تعبتين كصمين برامج كانوا ها ما أنت دسود ده إيه وحاس اللي ده تعرف الأشغال هذه كلها آه يا أيه أنا أتوقع ما شخص عطاء والله مقربين ما كأرك فرحت عليك حبيبة قلبي الله يفرح عليك يا رب لكن بدأت التلفزيون بدأت في البرامج بدأ بعد عمري بعد عمري تستاهلين كل خير حبيبتي الله يخليك يا احلام اليوم طبعا انا مشيت التلفزيون عملت الحلقه عن موضوع دور المراه كنا نتكلم عن الصحون دسود المقرنسه وانتظر لقوا كريا سليده قاضن فالموضوع خلص هناك بدانا فيه نرجع فيه على فيسبوك الله يعطيكم العافيه فهذا هو كان الموضوع وتكلمنا عن الزواج ومش عارف ايش والطلاق وكذا والسياسه دخل يعني كان البرامج اليوم كان متنوع والله يا ريت تدخلوا في الفيديو oo xoyada maanta qarsanaysa in ilmaha ku haysto kuliga marka dambe dibku keeni doono aakhirka oo xabiib insha Allah aytiis xoladay wuu imanaya London marka ina qofka siiyo doonaya bisha waxa ahlam ana laasim tinzili ana wana anigu soo dagtay insha Allah bidin kariim ah oo tigi salaaga hallo tikas oo la xajta oo tii niyi qaba oo qarsanaysa oo markii weelaado laatiin jidkaaraga risk ayo أحلامي أن كوشي أقول مركز ديما نسي لسو سعسي ولا المعانا وكسو دوي إن شاء الله وكوشي إن شاء الله من أذن الله وتكونين معي إن شاء الله بإذن الله ولي بالله إذا كنت تتال حتى الله يفكن كنت لها لغو مقلا يدو كنا مقلو قسنية أوه يا ولي السلام السلام قارية أوه أوه لطيفة ماشي هو إلي معان حاجة يفضل إسا هاكو مقاشا هو معانا يكون ترتال الله يقول ترتال هو إذا معانا كنا نكارك يا بي آه يا ان شاء الله علي الله يخليها يا رب سلام بك دوان سلامي انا امال كلام خالي اسمو سلامي اجون المحكشه كنت مسليت انا غشك من خبيالتها
ما واحد كاد لأن دسود بان كاد لأن عمتها الوكر طب كده حاجة تطبخين ما تحطين فيه زيت ولا تحطين فيه أي مية يعني دسود قادوا في حق رمضان لأن رمضان قربت والناس تأكل دائما واحد عمتها يكسديدها في رمضان نعم كان هذا يعني مين بروغرام كاسان كاد لكن واحد صاق القريد ده إن الصومالي أنا مر قبيلة بصاق شو الصومالي أنا صومالية إن كلا قادم اللي تشعلي هاي بالوقف رح سي هاي كورا بصدور تعرف أنت أنا أبيع هاي يا كورا ما شاء الله صح وين فري بكا بكا والله انا اسكن غضان ها الاسكن في عناض والعار اسكن غضان في عند كوس وسنا شفتي الدق ومالك لي مرة حتى خارع عيسى يا الله قال ما بحتها مرضى والله الوه اللي صحى الله والله حكيت الله كل حارسته حكيت الله وان حارسته ويلا يا ابو كل ما تنجال دم البور وحين هيت قف ماشي في دق قد نص من هاي هي تعودها تبرعه هيا قف وصلنا صح ما شاء الله قف وصلنا هيا الله يرحمه 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 الله الله يرحمها يا رب يوم ودر روحي الجنة إن شاء الله الله نبي تقول هيك قال مرة حضر غني وارتصى ما لي وحطي عطي إنه مركز في أحد قيل هذا قف وبعفي سامح وان تين الله ما تين إيه بقول أمان عبد الصيو أما علوا ليش تكل أم أنا لغشك بقص أدمك وميت فأنا هاي وأنا يا مرة حضر خارع عيسى الله أكبر الله أكبر حتى الدجال يا رهي يا دم يا رهي يا دم كل يا رهي يا هذا الأولاد أنت ما وح كارع اسمه رعد بكارع سوار وار ولا وار حلاش إذا بقرصة وح لو قديم يا وح صوت مسيبك الله إلهي إلهي وح كبر يا سبحان وتعالى إنه والله ذاتك وش إن ما كان نوقف قبته والله يبقى سوار وقفل بح راع اسمه رعد بكارع سه صح وارونتا والله وارونتا وارونتا والله بعيش الله إلهي ما أنت أفكر ما أنت أفكر فيسبوك أكتب فايف سيريا شن تروح يا أكتب فيسبوك كشيو وارون وارون والله ما الحمد لله رب العالمين آمين إن شاء الله والله ما ينساس كله ما ننسى إن شاء الله خير إن شاء الله يا رب العالمين أنت أصلاً أنا ما كريم ولا ده هي كريم كويدين هي يعني واحد ما حيسي مكتبه انا اسكو كلسون وما كان واحد دون يا قفك دون يا هلا بي قفك دون يا هلا بك ما فهمت انا بخط ثاني ان شاء الله ان شاء الله حبيت ما مشكله شو يكون حلقه خاصه اذا تبين كريم عندي ان شاء الله وطبيعي وان شاء الله ينفعك وان شاء الله ما غيرك المدح ان شاء الله انا اسل من القلب والله وانا كمان انا وانا سي نفس الشيء حبيت الله يخليك يا رب تصبحين على الف خير والله اصبح لدونينا كانت يدين بسكوت مع السلامه بعد عمر شكرا حبيبتي جزاك الله خير يا حبيبتي مع السلامه مع السلامه عاد بنوص سلام يا احلام انا حربانه نسوق بقبي ان شاء الله تعالى ان كارها بيقول مع السلامه دفك اصحابتنا انا وندالنا تمر شقع صب صلاه ضل ونكلها ان شاء الله تعالى مركه واحد دون يا كسوف رساد دور كان أنا كاكع ودا شعور ما تفردي تعنيدي وحن دوني هذا طبعا أنا كل هذا قفل بمسلم أنا هرتع في سامحنا هذا في عن صماع شقظا أمك وددنا إن دايما ليموني هرت دايما معه كل شيء أنا إنه دايما أي بحثتي دوري لأن أنا تكلم عندي لكن بصير دايما هذا بيسود ميه محاك الشيق لها جزاك الله الخير هذه قصان نسود ويسي اللايف إيسي سي تدقى قرحة البضن أنا لسه أمات اللايف كنا لسه وقلي جزاك الله الخير هذا أمها تسنتهين وحاوايهن سيدة إليه يسي وحقصب ميشا مجرو هل سلدة ذا لليه لكن عفماتكم من عجيبها
caafimaadka shay weyn waayo korka laga qurux badnaado hoosna ku bogtu waayo. It's horrible. Really horrible. Horrible. Somaha adiga maxay dhigi jireen korka miyaara hooska magaala miyaa xidhi jireen waxa korka phantom ya hoosta kokki xidhi jireen phantom kok waxa xidhi jireen wax baa si sheegi jeeno waxa laga wada waxa korka qurux badanta hoosa qurux ku bogtaa dad badan baan kaase marka anigu waxaan doonayna hoosta laga buko inaan nooleyno sax korka qurux badanta gudahan bi bi labadaba qurux badnaata. If you can, why not? Marka waxaan soo wax qurxinaya saliid la joojiyo sonkorti la joojiyo cusbada la isku joojiyo cusbada milix la joojiyo iyo xitaa xanuun ba jira xuqud la yiraahdo xanuunka xitaa dadka xanuunka dhibaatada dadka isku joojiyo. Be happy Firi, it's up here. Maskaxdii ku xiran tahay haddaa adiga soo kacdid aad dhahdo maanta I'm gonna do something fiican qofkaan arka waxaan dhahaa asalaamu calaykum wajhi happy ahaan tusina ma fahanta qofkii wax qalad iga soo biiyey waxaan dhahaa waa ku cafiyey cafiye saamax ma fahansan tahay marka afiskana shay weyn waaye maskaxdii ku xiran tahay ani waa shaqeeya waa shaqeeya waa shaqeeya waa shaqeeya ano shaqeeya marka sawad shaqeysa waxaadu baa qofkii maskaxda la iska cafiyey laakiin maskaxda waaye fahansan tahay bas halis jeclaado halis la wadaago halis ku farxo qof wax fiican suubina markaa aragtiin duceeya haloo safcee exactly yaa laga nixin haddana maasha allah halis dhaho absolutely waa kelmad cajiib maasha allah shay weyn waaye dad waxay jirtay indhahood maasha allah dhaga war rasuulka waa la saxay xiliyada uu samayay kaa joogtaa maasha allah wax weyn waaye dad bas oo kala jibsa dhaga xay jibine marka oo qalbiga la iska jeclaado qalbiga la iska jeclaado oo nolosha waa laba cisho laga faa'iideysto alxaqid iyo cuqda uma jiro eesh kana waxaan yidhi kana waxay igu yidhi hadalka waan sii raacaya kana ku dayanaya maanta maal kana fadhnaa inantana soo saar digsi digsiga waan raadinaa kiiso kala soo saaro muxuu ka sameeyaa kala laga walaashaaba kuu soo saartay wax ka faa'iideysa adigu wax cusub soo saar make different things hal waxa isla galanina aniga hadda la islaabatan iyo sideed waxaan soo bikaro kawar masha allah designer kasoo baxay jaamacada oo kasoo baxay makeup art makeup waa soo biya dharka waa tolaa naqshadaha waa saaraa difaan cunto waa kari karaa sambuusan soo bi karaa maqaayad waa furi karaa kulli waxaas dhan waa soo bi karaa laakiin kanaan doontay in hadda soo biyo mid baa isugu soo biyo shubatay mid aan hadda waxaan in okay kumeeg halbaasna gelin ka makeup kan we have to do one night we will do it yeah we have to teach them how to do the makeup samayn waa taqaan natural natural ha ma wax ka soo baxo faaqo dadku waxa lagu ogaano habeenada aroos ka tagaysid asxaabta dadka oo lagu fahmayna waxa ay qorax badan ya ha hoolalkana waa google dadka guriga interior design ku waa suubiya gabdhaha la aroosayo waxa waaye waa u sawiraa saakadaha saakadaha jil aaniga saakadaha oo saakadaha gashanayaan arooska taaj keda taaj ka tiraa dadka soo ugu qaadaa luqad weyn kala haysta wedding dresses khanido okay saakada saawligaan maqal wakhti saakad okay saako okay saako is just dress is just waxaan moodi koofiyad oo dhaxa saara marka waa top kumiya top top kuway ya waraa luqadii waa hadalkii soomaali weyn wadanay laakiin waxa jecla waxa jecla waa jecla lasku wixii lasku kelmada koronto maxaa u taqaanaa korontada electric iduu sama korontada u taqaanaa okay anaa wax kale u yaqaanaa wax kale kaas ka dhacda iyo tuwalka maxaa u taqaanaa tuwalka maxaa waay wata bal ka sheeg tuwal inta loo raacda tuwal xuu yahay salaama shukumaan tuwal ka sadfa sadfa abaare u qaad saaxiibka isku hadasho tuwalka tuwalka bal ka war okay aniga saaxiibahay xarafe isticmaalaan waa isla fadhiisanaa waxay sheegay waxaan sheegay waa quslayna laakin waa kala qaadanaya su-aal kale ku dinay adiga wax walba maxaa ugu yeedhan geedka geedku muxuu yeedhan geedku muxuu geed thing camal you know english ka waxay tahay geed waxaan noqonaa geedka la abuuro geedka geedka la beero waxaan noqonaa geedka ku qoranaya idigu waxa u taqaanaa okay kelmada fiiri qofka kula sheekaysan fiiri maxaa u tiraahdaa soo lan kula sheego maxaa fiiriya Afiri look because I look why because aniga fiir af Soomaaliga af Ingiriis kan sala bartay at the same time so wada kan ku soo koray right ano baby ala kare masha Allah in english dadki yaqaano look look marka hale oh okay ana badan ku xadha do you understand do you understand xarafkayga waa qofa xaraf ku dhago so af Soomaaliga marka look fiiri 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 qof walaal shaqo isaa fiiri waan yaab waxaan fiiriyay markasta qofkan kelmadda uu ku dhigay maxaa leeyahay maxaa tolay aniga waxaan isku mashquulay maxaa dhacay fiiri in aanu fiirinaayo wuxuu ku dhahay fiiri fiiri hadra si eeg eeg xarafka xarafka xarafaa jiro it's just funny I like it I don't mind halkaas ka soo ku gabagabeen insha Allah taala afba ku magacna thank you everybody kaftan ku furan yahay nolosha ha noqoto happy ha laga baxo cuqdadaha yaa la sii gaadin habeenimaad life is too short
Wallahi, life is so short. Very short. You know, angry people, sad people, wrinkles. So, some of them, oh, you guys are so young. You know why? I'm not going to say that. If you don't laugh, well, you're gonna cry. Why? Why? Ita oily head. Wallahi qusl. Halu qulay abo. Hakagale. Karu. Tahay nuxo. Ma lan idna kahilmin. Kamal. Idna kamaman. Hadad oydit. Wallahu wali woi. Hadad asidna usla. So who cares? Care about yourself. It's your life. Why do you care? Wallahi. Nobody cares. Your life is your life. Wallahi. Ku mashqulin. Nafta adala iskale. وح قصل أوي داس يو بزنس لكن تدخل سكيا أنا أدخل حقه ده عندي قد تدخل ذا اللي فرحها قشنن الله أكبر الله إلا سبحانه وتعالى وحير فمدد أمانها كاهلان صح أمان سي قال وحور ربع هذا درس كأمان سي نفط هذا كوقفل you have enough نفط هذا كجرت أدي إسكو مش خون حركة كرتا الله يبين ما تشي استرتر وصفي عن عن إكسسايز قري happy house كقصل أنا كسر ما قلت على عذرا من استعماله إسبرم إمارات waxaan rabaa inaan ku raado habeen waxaan wanaagsan sabaa aad baad insalaam asxaabteeda kaftan bay intaasna ahayd insha Allah taala barnaamijka badan oo facebook live noo sameeynaa tifiga somali cable maalin kasta waxaad aan ku hadlayno qof walba doonay inuu soo baayac mushkil soo bandhigo inuu wax sameeyo inuu bulshada u soo gudbiyo anigu amalkaysa idin diyaar baahnaa waan idin jecel dhamaantiin bas u dhantiin ilaahayna waxaan ka baryaa walaal ilaahay subxaana wa taala bi cadamati wa jalaalati wa qudrati inuu qof walba baahan dhibaatadiisa buuxiyo qof walba xanuunsan xanuun ka qaado qof walba dhibaatadiisa meeshuu ka dhibaatadiisa ilaahay ka buuxiyo ayda iska joojino dhibaatada iska joojino isnaceebka iska joojino isjeclaano waa inakuunba cid walba inaka iska xigna وحاوي حبيبي في عن قلبي في عن يا رقحي يا رقحي كعرب فلي صور مع السلامة عادي عاد أم حد سنتين سيدا أنا لسعتين برنامج كأنا وقلا قيب قاعدتين عاد نو فرح سنتين أنا كنا يمكن فرح سنة هاي أما لا صوب وقنا عاو حافد هذا أنا كو معناها ما أنت تي في وراعني أيام جورجي الصوب وقنا ي ي فاميلي جي أفتر دادنا برنامج كان عنقلنا إنه عسون تي قاد بي معناها إيش قبل أن يروها برت قطها أساعدي سي لأنه بالأدن كنوا ساعدة إلى وحولة سكون حريص كده ما كون معناها إذا كان حريصنا يا صح ما كان أقولك إذا كان حريصنا صمد إذا كان حريصنا يا نعم وحنوم لنا يا وقت ليرة أنا لصو قاعدتين قف قستين تاني شقريس إدنيس ونو دايب نوحان لاي هاي الحمد لله حمدا كثيرا أمال وقود سود عينينا نوحان لاينا هاي انت كجرتو ددو لنو اسكو سود عينينا كلام كفي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صدقة الكلمة طيبة صدقة صدقة معناها قف قستو فرح سن وحوا ملائكتيسا فرح سن قف قستو ددك معناها سود وي أما معناها وناجي إلهي بأسنا وناجي وإنا معناها صومالي نمذينا كفكرنا وإنا إسلام نمذينا كفكرنا وإن الدين تينا كفكرنا وإن قف قست أو إسلام أو لبن أدعينا إلى يسو معناها إيش يقلبك أو قدر القاضي وحن كحوم هاي أنا وكأي متحافظ يلا هاي كم دن تام قبله أنسى معناها هاي ندرسك عرورته دي كل متماشاس أما اللي قد اللي حق ده هذا وحن كهاد لايا إنا هوية كستقلب كذي إيه حنو كذي لا دري مايو إلى هو قدر القاضي ها إله وكدر القات وربي وبتعويل من الله السيان لا هاي حنونك إيه مرينا إله وربي ورحمن وبدل وح فرحت له يو إيجنا المسقير هاي إن كتاب كود مديك الله كسيو يعني هو يكستو المهي ستن هدا ذا شو إلهي هبرسو يعني وح كستو دون كده عين ووح كوقرن لح الحفوت كوح كوقرن قفنا ما بدل كرو إيه وإذا كجت عسينا يا وحيد الله ولا ليالو إلهي بدل غير قبها السيو dibtan waa idin la dareemi karnaa waan idin la qaybsaneena saasana walaal ku nahay xanuunka inaan isla qaybsano een waxa kale halka iyadana uga tacsiyeenaya iyadana ii sheeg gabadhii walaashay een macnaha ii sheeg milyoon ahayd ee macnaha u tacsiyeena ma aha qof aan la dagaashanahay ma aha ama qof dhintay ma aha laakiin waa dareemi karaa i feel markay ooyse ee tiri macnaha xanuuna la igaarsiiyay
gabadha walaashiina u duceeya xanuunka agaarsiiseen waxa way ka daaya dadka islaanka ismad buu beenta ka sameeynin oo ajireeda hadii ay dhacdo inaad micnaha qofka walaalka aad u aragto yaani ii sheeg inuu ankee micnaha xanuun uu micnaha ii sheeg aad gaarsiiso uu ka gocdo de ilaahay raali kama aha gaalka iyo muslimka inaad tahay waxaan ka dhigay farduusay dhigayso inuu Soomaali inuu ka sameeyay sanad soo ogid waliga ayaa la had maadarta qof Soomaali oo dhibaatiisa sheeganay oo daacada maya gabadhaas waa gabadha daacada faraha laga qaado waxaa la yiri ma taqaana ku mashquul dhibaatadaada inta aadan ku mashquulin dhibaatada walaalka qof kasto oo xaayo asiga in leh boqol mar gabdhaha saaxiibaday way iga maqleen qofha in lehen dad macaayo لأنه قفك عينا يا إنتي سو كده بولا يا قفك إنتي هذا يا ها عايتمن بقص وحنون إن قف ولا لك عايز أروح جارسيس ما هذا حتى عيدد أروح ربنا حفا إيدا حفا إيدا تبي كلمة دي محل قفا إيدا مقفا درج لقصينا مقفا الله عكوي لا مقفا شهادة شرف لصينا لا هنا هبل 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 ما أنت وح عايتمن ما أنت تذكر صورنا بوعي وحنا لصينا شهادة تقدير ما ليه كرنا قفك عايتماي وقف حنونسن هلو دعيو بس خلاص انت آه. بيكوز قفك بري آدن كهدوس حنون سنين قف ولالكي سم حنون جلهن يا بيكوز قف دميسترين مجري إلا قف كستو إلهي أبو إلهي ما سبحانه وتعالى دميسترين لكن محل اسكو دافي مكوش يقول المعاني ضد صغال كوضع عشان سماها قف بوحبو كبرت يا دونكن صح أضغو علمي ما تكون تخصصت أنو كاد تقانن I don't know I don't have to say وانا قانا ما أقانو لكنك محينا هيا وحو أنا دادي أنا أقان أنا سمي لأنه حلا أنا ما تقانا وشي حلابي وي حلابين عاندها تدبيضو تهم بدها لقبتها هلا أنا قو إسعفينينو يعني إسكو سودوانينو إسلاني مدى تاسكو جو تقوانا كو قرح بدن تاي تهم دير عاونا لقاضتين وآدنو محل عاو فيسبوكو صوق لحوة أصحابتو حلا مالة تيفيقي ما نومر لايف فيسبوك لايف فيسبوك واجريا وحيا بفي عمينو كهر لينا وحلو شاقي هبلا صومالي يدنا يو ليش حتى صومالي قفكي دوني ينو بايع مشتر وضو ورابين وحي سعب دايو قرحيو إن تبقى أنا الديار بانوها إنان أصوى بندقة إن شاء الله تعالى أنا وحي قبطو وصوصا أنا إنان طاير أنا شعلا نبحي دايما هو يدنا الله يمو نبحي ساي أنا دايما نبحي لقرأ صوت قيد وعرابتنا اللي قفايا دي استوار إنت سنكسو قبقبين هذا الكواسيز واحبضنا نصوتنا واحبضنا نصوتنا ويلكم إن صوتنا يعني إن شاء الله مضى قرحة فرنساوية وكوي جدا بديس ذا ليتس وان مركب حق بدون بلا يدقسي يا وحشان بين قصينا نكو وحين نفطر لك عشاء ولا كاغ مسلم كان لك علو كريم دي امل لو بح مرتك انا ما بحايسي كريم كهبين كهبين كاغ سو هري او اسكو ايمان وحال حياسين دونا انيغو كسو جيدو يعني قرحن مركي مغا لا دو اد اي اد او تخصص انو معنا وح قرحن ان جعلها سوق انا كايبيو انيغنا وحان دريمي كرا وحا امال اي غديسو inay wax proof gareysan yihiin kareemooyinkaas oo aan u baahanahay nafteena habeenkin waa u baahanahay maalintina oo bar maalintina qabo aan marna wajacadeena waa u baahanahay ina marsano habeenkin waa u baahanahay wax daalki maanta aan soo marne iska gabiino macnaha baac ku eryaayna ma aha yaani waxaan leenahay taasna waa u soo fariisanayna waa ka hadlayna ilaahayna nuurka u saaro yaani fikrigaas ay keentan waa fikri macnaha lagu amaano oo lagu taageero oo leeji sakallahul qeyr walaale waxad noo soo saarto waa ku amaanantay adoo gadaay hadana bay markaas qofkii markuu wixii ku qurux badnaado ama macnaha uu faa'iido ka dareemo wuxuu dhahaa yaani jisakallahul qeyr انت ساده وكسو غبغمينيا واني وامل كيسا برامج كدور كوين كان احد البكلا سوده في تي في الصومالي كيبل فيسبوك لايف نمبر كان تشانس وسو غليا توب في عمر وحمدنا وحبدنا اسك بدلنو انت على حسابنا انا حسابنا رمضان نعم. على الابواب نعم. شهر المحبه والخير والغفران والوسو دوي انا سعفنو حنونك يا عايده يا رفاتنا اسك دينو نعم بالله انما المؤمنون اخوه aan taana ku soo koobno anigu idin jecel oo kale aad idin jecel waxaan leeyahay caawa waa khalas tomorrow sabab ma shaqo galay ogow aad baan salaamayna laymoon waa halka si fardow idin salaamaysa hooyadna waa tan fardoos cadeey sida iyo nabad kaliya nabad kaliya